نحاول نقراها مع بعض بعد كده في اخر المحاضره هنلاقي باذن الله. لو في اي مشكله في الصوت بلغوني عشان نبتدي مع بعض. تمام، وكل شويه كده انا هقف، ان كل ما نعدي ايتم او حاجه معينه هقف عشان نسال مع بعض. الناس كلها سامعاني؟ ايوه يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب ممكن حد يبتدي يقرا الكيس مع بعض؟ حد فيكم يبتدي يقرا الكيس؟ تمام اقراها. 60 years old female presented to the emergency room with recurrent attacks of abdominal colic and distension. Attacks were relieved with passage of large amount of latus. On examination, there was a localized tenderness and rigidity over the left iliac fossa with a hypertympanic tone. تمام. الدايجنوز بتاعك وتتخيله ده ايه؟ توقعهم ده ايه؟ ممكن نقول obstruction في descending column او في mid column. تمام، برافو عليك. ده obstruction في descending او في mid column. descending او في mid column. passage of flatus يعني. تمام، يعني معنى كده ان obstruction ده بيفك، مش complete obstruction، ده partial obstruction. كلام محترم. What is the best line of treatment for such case? By the way, a complication that is such case, which risk factor for this condition and how to avoid it. Okay. في آخر المحاضرة إن شاء الله، ربنا يديك طول العمر بقى كده إيه، وتبقوا مركزين لسه نحل الكيس دي في الآخر. أنتوا اللي هتحلوه. تمام؟ المحاضرة بتاعتنا النهاردة إحنا خدنا عندها فكرة السنة اللي فاتت سترانجيد دانيا، شرحنا لكم عن إيه سترانجيد أوبستراكشن. تمام؟ يعني ايه انسان ابستراكشن بالنسبه لنا؟ هو بالنسبه لنا هو الارست اوف داون بروبالشن اوف انسان كونتنت. لما بيجي لي عيان في العياده او بيجي لي عيان في الامرجنسي عنده انسان ابستراكشن بفهمه ان زي الحوض بتاع الحمام بتاعنا او بتاع المطبخ، الحوض ده المفروض المايه بتنزل فيه وفيه صرف، الصرف ده عندك بايظ. المشكله اللي بتحصل ان يبتدي الحاجات اللي موجوده في الحوض ترجع لورا، وده نفس اللي عندنا بالظبط. داون بروبالشن بتاعت انسان كونتنت بتاعنا وقف. تمام؟ بينتج عن كده هو الانسان ابستراكشن. الكلاسيفيكيشن بتاعت الانسان ابستراكشن عندنا كذا كلاسيفيكيشن حسب الباثولوجي، حسب الموتيليتي، حسب الليفل، حسب القصد. تمام، حسب الباثولوجي يا اما سترانجيليتد، احنا شرحناها معاكم في الهرنيا سترانجيليتد دي يعني البلد سبلاي واصل انتستين فيه مشكله، يا اما سيمبل ما فيهوش مشكله الدم واصل. تمام، يعني بوليتيك إليس حصل حاجه اسمها شلل في الامعاء، دي الامعاء نفسها ما فيهاش اوبستراكشن وما فيش حاجه ضغط عليها ولا حاجه، بس هي نفسها مش شغاله. النيورو ماسكولار باندل اللي واصل للانتستين مش شغال، فبتبتدي تحصل اوبستراكشن، الحركه مش شغاله فيبتدي العين يرجع. تمام، اكوردنج للمورتاليتي يا اما دايناميك يا اي دايناميك. دايناميك يعني انتستين بتتحرك، اي دايناميك زي بوليتيك إليس. اكوردنج ليفل، ليفل بتاعنا حاجتين يا اما انستاينل يا اما كلونيك. الانتستاينال ممكن يكون جوجينوم فده بيبقى هاي، يا اما ايليوم ده بيبقى لو. والكلونيك الكولوم بتاعنا من اول السيكم للاسندنج للترانسفيرس للاسندنج للسيجمويد للريكتوم. تمام، طب الانست بتاعنا هل جاي اكيوت مره واحده ولا كرونيك بقى لفتره ولا فتره طويله ولا اكيوت اون توب كرونيك؟ هو بيقول لك انا بقى لي فتره كل شويه بيجي لي زي وجع ويجي لي ما تخش الحمام كذا يوم بعد كده بتفك، بعد كده مره واحده لا انا مقفول خالص بقى لي 5-6 ايام ما بدخلش الحمام، ابتديت ارجع عندي مشكله ان انا ابسك كونستبيشن بقى لي 5-6 ايام. ده بيبقى حاجه اسمها اكيوت اون توب كرونيك، يعني انا مدي هيستوري ان هو عنده كونستبيشن او عنده مشكله في الديفيكيشن بتاعه في الاخراج بتاعه بقى له فتره، ومره واحده ابتدى الدنيا قفلت عنده مره واحده. طب ايه الكوزز اللي احنا بنشوفها؟ تمام، كوزز عندنا بتقسم لكذا جزء. الادهيجنز يعني بيمثل نسبه كبيره جدا من السان ابستراكشن، بنشوفها بعد العمليات، الناس اللي عامله كويسريات عامل اكسبتريشن، اي حد عامل ابدومن اوبريشن معرض جدا اللي هو يحصل له حاجه اسمها ادهيجنز. تمام، الادهيجنز دي تعمل سان ابستراكشن.
ممكن تكون انفلاماتوري, يكون عنده ديفرتيكولايتس, يكون عنده زايدة, عنده تيوب اوفيريان ابسس, اي حاجة انفلاماتوري جوه البطن عملت الاوبستراكشن ده. ممكن تكون كارسينوم, شرحناها في محاضرة طويلة عريضة ان الكارسينوم بتعمل اوبستراكشن. ممكن تكون اوبستراكتد هيرنيا, وشرحناها معاكم السنة اللي فاتت الهيرنيا اورفيس دي, من الحاجات المهمة جدا لازم احنا نجزامن وندور عليها ونبص عليها كويس واش مزد منك. ودايما بقول لكم وبقول للشباب اللي معنا وبقول نفسي فكر نفسي دايما لازم العين الاكسبوست خالص, بص عين الاورفيس كتير مش كتير كذا مرة. ليه؟ لان ممكن يبقى مزد منك بسهولة, انت تبقى عمال تبص على العيان وشايف فيه حاجة خالص والعين النورمال قدامك هو عنده سنجريتد انجوانال هيرنيا بس, او ست عندها فيمورال هيرنيا, وهي عشان مش كاشفه غير بطنها فوق, بطنها مش شايف, بطنها مش شايف فيها مشكله, مش شايف حاجه قدام عينيك وهي المشكله كلها تحت. تمام. ممكن تكون حاجه اسمها فيكال اوبستراكشن. فيكال انفكشن بنشوفها في الناس اللي سنها كبير والاوفر 70 و 80, بيبتدي الموتيليتي بتاعت الانتستين عندهم والكولون ما بيزقش كويس, بروبالشن بتاع الكولون بالذات السيجمويد والريكتوم ما بقاش قوي خلاص, فيبتدي الفيسز تجمع في المنطقه دي, هي مش عارف العين المصل بتاعته مش عارف يحزق كويس فما بيفضيش كويس, يدي الستول اللي جوه الكولوم في المنطقه دي يبقى بيري هارد ستول, ما بيعديش بسهوله, يعمل حاجه اسمها فيكال امباكشن. فيكال امباكشن يعني ساعات كتير جدا ما تكون دخل عمليات, بنشوفها كمان في البنات الصغيره اللي عندها ان الفيشر, بنات بالذات بيبقى عندها اكيد ان الفيشر وان البين, بتفضل موجوعه بقالي اسبوع ما دخلتش الحمام, بقالي 10 ايام, بقالي اسبوعين, كتير بنضطر ندخلهم العمليات نفضيهم لانه يخلص خلاص الستول بيري هارد ومش عارفه تعديه وعماله بتصوت وبتعيط, وفي بعض الناس يعني بتضطر تدخلهم زي ما قلتلكم ونفضيهم ونعمل لهم اللي صالح المشكله اللي عندهم لو هنا الفيشر او ايا كان اللي عندهم. حاجه ثانيه اسمها سودو اوبستراكشن. السودو اوبستراكشن دوت دي حاجه رير شويه, بنشوفهاش كتير. من العيان بيبقى كومبليتلي نورمال, الانتستين بتاعته كلها نورمال, بس بيجيله اتاكس وبالذات اكيوت ابدومينال بين كوليكس, تيجي مره واحده ويقول لك مش عايز تفكش في الحمام, عندك كونستيبيشن, مره واحده تفك. ليها سيريس كتيره بس يعني هو لغايه دلوقتي بتوع الجي اي تي حتى محتارين فيها, بيقولوا سببها تبقى حاجات ساعات انترنال موتيليتي, حاجه في النيو ماسكولار بندل زي اللي بتعمل كده, فهم بيمشوا ماشي عندي بتمشي كونزرفاتيف وبيمشوا على علاج, ما بياخدوش ما بيدخلوش عمليات ولا حاجه. حاجه مستنيين اسباب ثانيه كتيره. هذه الرسمه دي بتوضح ان الاديشنز هي المين الكوز بتاع الستار اوبستراكشن, بعد كده يجي بعدها الكارسينوم والانفلاماتوري اوبستراكتد هيرنيا, بعد ديهم بعد كده فيكال امباكشن وسود اوبستراكشن ومسيريس. طب ايه الاسباب بقى الدايناميك اوبستراكشن؟ ايه الدايناميك اوبستراكشن؟ يعني تيست شغاله وفي حاجه هي اللي سد, هي مش في حاجه سد الموفينج بتاعت الانتستين, ده اللي عمل اوبستراكشن. ممكن يبقى حاجه انترانيومينال, حاجه زي فيكال امباكشن قلت لكم عليها, يكون الستول تحت قافل السيجمويد والريكتم, خلاص ابتدى العيان الستول مش عارف يعدي, عمل اوبستراكشن. ممكن يكون فورن بودي, حد بلع حاجه, كان من فتره كده من كام سنه حد قريبتنا كبير يعني ست كبيره بلعت بذره خوخ غصب عنها, نزلت واوبستراكتد في الاليوم بتاعها, فتحناها اضطرينا نفتحها ساعتها ما فيش نشيلها, عملنا اكسبريشن وشلنا سنة بذرة الخوخ اللي موجودة دي. ممكن تنجول ستون زي شايفين الصورة اللي فوق على اليمين دي, الصورة اللي فوق على اليمين ده جول ستون, هي جول ستون إيليس دي يا دكتور ولا ايه؟ جول ستون إيليس, برافو عليك. تمام. وعلى فكرة دي الحالة دي أنا اللي عاملها, يعني صوابع اللي انت شايفينها دي صوابع أنا, دي كانت 67 سنة كانت يعني بتشتكي بسيفير سيفير رايت هايبوكوندريال بين, وكان في معها سونار بيقول إن في ستون موجودة, الستون دي كبيره كان حوالي 3 سم او 4 سم. تمام. بعد كده بالهيستوري بتاعها تقول لك الوجع مره واحده راح, بعديها بيومين بسد سيتي تترجع, طبعا نص دور تاني قال لك الجول بلادر مش شايفين فيها ستون وشايفين دايلت انتست. اوكي, عملت لها سي تي قال لي لا في امباكتد فورين بودي موجود في الانتست, فتحتها وعملت لها الاكسبريشن, هوريك الصوره بعد, في صوره عندي بعد كده هوريك حجم الستون اللي طلعتها مين قد ايه. ممكن تكون حاجه انتراميولر, حاجه في الوول ابتدت تقفل خالص, الباسج بتاعت انا كنت برضو تاني صوره دي عيانه كنت عاملها ست برضو ست حاجه و70 سنه. تمام. بريزنتد سادنلي كده, بتقول لك عندي ابدومينال بين ابدومينال بين, ابتدت فوميتنج,
تمام. عملنا سي تي ساعتها قال لك في كومبليت اريست للداي، الداي مش معديه في السمول انتستين، فتحتها لقيت الموزه اللي انت فيه ده في ستراكشر موجود في السمول انتستين، وشلتها عملت ريسكشن وانستموز وطلعت ادن كارسو. تمام. ممكن بقى حاجه تكون اكسترا ليومن، حاجه بره اليومن خالص بتاع الانتستين، زي الباند اديشنز باند اللي على الشمال تحت. حد بيسال سؤال؟ حد بيسال؟ تمام. ممكن تكون اكسترا الباند او ريجنز هي ضغط على الانتستين، ممكن تكون جيرني زي ما قلناها، ممكن يكون فولفلس، وفولفلس هنشرحها باستفاضه بعد كده. ممكن يكون انتسسبشن الصوره اللي تحت على اليمين، يعني الانتستين داخل جوه الانتستين، تمام، عملت حاجه اسمها انتسسبشن، عملت ستايل بستراكشر، برضه هشرحها لكم باستفاضه تحت. طب ايه اسباب الاي دايناميك اوبستراكشن كوزز؟ ان هي دايناميك تيستن نفسها مش شغاله، حركه التيستن موتيليتي مش مظبوط. ممكن تكون بريتي ايليس بتشوفها كتير بعد الايسريات بالذات، والميجر ادونال اوبريشن، عملت مانيبريشن تيستن كتيره، يبتدي يحصل لاكس للفاينل ماسلز، تبتدي الحركه بتاعتها تقل، تعمل بريتي ايليس، تعمل ستراكشر. تبتدي تبص على الكلوجن، تبتدي البلاد سبلاي اللي وصل للانتستن كافي، تبتدي الموتيليتي بتاعتها ال بنشوفها كتير، وهشرحها لكم برضه في الفتره ده. واخر حاجه عندنا السود اوبستراكشن. تمام. السود اوبستراكشن زي ما قلت لكم هو مفيش حاجه اوبستراكتنج اليومن، اليومن كله كويس ولا حاجه ضغطه من بره ولا حاجه، حاجه فانكشنال. تمام. ما بنشوفهاش كتير. عند السود بيجي بتيجي ابدومنال بين، ابدومنال بين ده بيمشي كونفرتد، ياخد ميتال بين، يعمل له كل الانفستيجيشن وكل حاجه تلاقي كلها نورمال، بس ساعتها بتوع الجي اي تي الدكاتره الجي اي تي بتوع البطنه بيمشي معاه بخلاص ده فلو اوبستراكشن، بيمشي معاه بحاجات للموتيليتي، بيمشي معاه ادويه كونزرفتيف ويتابع معاه. في حد عنده سؤال؟ دكتور هي دي ايه سايكولوجيكال يعني؟ لا مش سايكولوجيكال، بيبقى فيها عند بعض الناس عندهم مشكله في النيورو ماسكولار باندر اللي واصله للانتستين، كمان فيها مشكله. يعني بص احنا دخلنا في يعني كلام كتير مش بتاعكم قوي، يعني عايز بس تبقوا عارفين حاجه اسمها سودو اوبستراكشن. سودو اوبستراكشن يعني العين بيجيب تيبيكال بيكتشر في السايد اوبستراكشن، عامل له كل انفستيجيشن كلها نورمال، كلها نورمال ما فيهاش حاجه خالص، في عنده مشكله نفسها في الموتيل. تمام. طب دكتور معلش، هو دلوقتي هو الاوبستراكشن متقسم يعني على كذا تقسيم يعني ولا مش فاهم؟ بس احنا قسمناها اول حاجه كوزس على طول من اديشنز وكده، وبعد كده قلنا دايناميك واي دايناميك. ف هو اهم تقسيمه تعرفها، اهم تقسيمه تعرفها هو الدايناميك واي دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ يعني في حاجه قافله اليومن هي اللي عامله المشكله دي، يعني الانتستين شغاله بتزق على حاجه قافله عليها، يا اما الانتستين نفسها مش شغاله فبتدي يحصل اوبستراكشن، هي خلاص مش شغاله، ده هو اي دايناميك زي بريتيك إليس او مصدق بس الاوكلوجن او السودو بستراكشن قلنا عليها. الانتستين نفسها موتيليتي نفسها او بريستاليسيس مش شغال. تمام. فدكتور هو ايه معلش، ايه الفرق بين بريتيك إليس والسودو بستراكشن؟ لا بريتيك إليس ده سبب معروف بالنسبه لنا، سبب معروف للبريتيك إليس ده بيبقى انت عامل عمليه العيانه، تمام، عامل لها مثلا كسرت على نسب الزيت، تمام، لسه بيعملوا مايجريشن انتستين لو مثلا عيانة حامل في دوام ولا حاجه، اوكي، بعد العمليه تلاقي لا العين عندها اوبستراكشن، او احنا مثلا عاملين اكسبلوريشن كبير وعملنا مانيبيوليشن للانتستين لو متوقعين يحصل حاجه اسمها بريتيك إليس. لكن السودو اوبستراكشن ده عيان طبيعي جدا ولا عمل عمليات قبل كده ولا حاجه، ده عيان جاي لك بتيبيكال انتستاين اوبستراكشن، تمام، بتعمل له كل الانفستيجيشنز وكل حاجه بيطلع نورمال، تمام، بعد كده بيفك لوحده. ده ليه سبب وده ليه سبب. دكتور هما الاثنين دول كونزرفاتيف مانجمنت؟ الاثنين كونزرفاتيف مانجمنت. بريت إليس هشرحها لكم باستفاضه ورا برضه، لسه محاضره طويله فانتوا ايه ما تستعجلوش. دكتور لو سمحت، الجولستون ممكن تعمل اوبستراكشن عن طريق الريتيشن للوول فتعمل بريتيك إليس، ولا بتعمل عن طريق الامباكشن؟ لا الجولستون ديت بس عشان تبقى عارف، هي الجولستون دي المراره نفسها، تمام، من كتر الستون ما بتبقى كبيره. انا هوريك يعني الصوره، بس هوريك الصوره انا مصوره، يعني انا حاطط الصوره بعد كده بالجولستون إليس. الجولستون كبيره جدا لدرجه ان هي خرمت الغول بتاعه الجول بلادر وعملت حاجه اسمها
سيستو ديدينا الفيستولا على الجول بلادر، هو ديدينا بقى حاجة واحدة فتحوا على بعض، فالستون دي عدت من الجول بلادر لديدينا ومشي بقى مسارها الطبيعي بتاعها، عدت ديدينا من الجيجنم للإليم. مشكلة الإليم ان في حتة ضيقة قوي في الإليم، تمام؟ هشرحها لكم برضه مع ميكنز. المنطقة دي دايما بيحصل عندها الأريست بتاع اي حاجة فورين بودي جول ستون ايا كان، حتة تقف عند الحتة اللي انا فاتح عندها الصورة اللي هي اللي قبل دي. الصورة اللي موجودة دي ده تقريبا عند المنطقة عند الترمينال إليم، دي حتة في الانتست جزء كده عند الترمينال إليم، هو ده ادي حتة في الانتست دايما بيحصل عنده اوبستراكشن. فانا ساعتها فتحت على الستون وشلتها وقفلت الانتستين تاني. تمام يا دكتور، لو سمحت السمبل اوبستراكشن ده بي انكلود ايه بالظبط ولا ده؟ انا اشرح. تمام اصبروا احنا لسه عندنا 80 سلايد، احنا لسه في الاول. طيب اللي بيحصل بقى لما في بس في السيولوجي بتاع الانسان ابستراكشن، اللي بيحصل دهيدريشن والكترولايت امبالانس طبعا، من العين بيبتدي يرجع بيبتدي يفقد صوديوم وبوتاسيوم كتير، العين بيخش في دهيدريشن بيديوس الانتيك بتاعه مش قادر ياكل ويشرب، ان العين بيرجع دي بيفكتف ابزوربشن بتاع الانتستين خلاص بقى الانتستين دايليتد، فالفونكشن بتاعها اللي هو الابزوربشن نفسه ابتدى يتاثر، يبتدي عين يفومت بكميات بالذات لو سمول انستال ابزوربشن او الهاي ابزوربشن، الكوستريشن يبتدي بقى الانتستين كونتنت ما تتحركش، الكوستريشن تفضل راكنه او مركونه جوه الانتستين، فده طبعا بيسبب بكتيريا كونسلوكيشن وممكن يدخل عين في بريتونيت وحاجات هنقولها بعد كده. بتقول كبس على سيمبل اوبستراكشن، تمام؟ السيمبل اوبستراكشن تو ابروكسيمال ذا اوبستراكشن ذا باول اكستندد باي جيتس اوف فلويد وديس اوبستراكشن تو انتي كولابس. سيمبل انستال اوبستراكشن دوت يعني البلاد سبلاي بتاعنا انتكت وما فيهوش مشكله خالص، تمام؟ ده من احنا بنسميه بالنسبه لنا سيمبل اوبستراكشن. معنى سيمبل اوبستراكشن ان البلاد سبلاي انتكت، تمام؟ البلاد سبلاي بالنسبه لنا في الانتستين هو كيستون او كورنر ستون شغلنا. لو بلا سبلاي انتك خلاص احنا ان شاء الله ما عندناش مشكله، ممكن نحل المشكله اللي عندنا. لو مش انتك لا دي قصه ثانيه بقى. قبل لو استرانجليتد، تمام؟ بيحصل ايه بقى؟ اول ثلاث ساعات بيحصل حاجه اسمها ميكوزا السرجيه، بتبتدي الميكوزا بتاعت الانتستين مش وصل لها دم، بيحصل لها السرز بتبتدي تصف. بعد كده بعد ثلاث ساعات يحصل افكشن للهول سيكنس، بعد ست ساعات يحصل جنجرين، بيحصل بفريشن. فزي ما قلت لكم السنه اللي فاتت، يعني لو انت شكيت في استرانجليشن ما ينفعش تنام. يعني مثلا لما يبلغني النائب بتاعنا ده احنا عندنا استرانجليتد انجوانال هيرنيا استرانجليتد، خلاص الساعه 1 بالليل اروح اعملها الساعه 2 اروح اعملها الساعه 3، ما ينفعش اقول يا ابني لا خليها بقى لبكره كده الساعه 10 كده هبقى اجي لك، مش اسمها كده. هتروح الصبحيه التست دي بقى جانجلس. اول ست ساعات دول احنا بنسميها جولدن اورز استرانجليشن. لو لقيت العيان فيهم خلاص يبقى عندي عدل المرحله اللي انت مرحله استرانجليشن ان شاء الله يبقى كويس. والديسيشن بتاعها بيبقى خلاص بسيط، انت بتفك الاوبستراكشن اللي موجود ده وبتعمل ريدكشن للانتستين كونتنت تاني جوه. ثاني الانتستين اللي موجوده بره الفاستنجليشن او الاوبستراكشن او اللي فيها مشكله في البلاد سبلاي بتاعها بنحط عليها فوق سخنه وان شاء الله بتتحسن وبندخلها تاني وبتبقى عمليه بسيطه. ده بقى لو انت استنيت عليها لتاني يوم هتبقى جنجنس وهتضطر تعمل سكشن استموزز، ممكن تضطر تعمل كولوستومي وتدخلت نفسك في قصه ثانيه. دايما في استنجليشن اورز اول ست ساعات مهمين جدا 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 جدا. خلاص ما ينفعش تبلغ لان في عندك استرانجليتد هيرنيا واسترانجليتد انتستين او نوعين ابستراكتد واحنا مش شايفين في استرانجليشن وتسيب وتطلع تنام حاجه اسمها كده. في تايب اوف ابستراكشن، تمام؟ بيسموه كروس لوب ابستراكشن. ده احنا شايفين في رسومات كده بنشوفها بس مش كتير قوي الحقيقه. يحصل في الاول استرانجليشن، تمام؟ يعني انت قفلت الناحيتين يمين والشمال، بمعنى ايه؟ زي البالونه اللي انت قفلت ناحيه اليمين وناحيه الشمال زي الهرن زي الهرنيا. لو عيان عنده تيومر او اوبستراكشن ناحيه الترانسفيرس او الليفت كولون يبتدي الرايت كولون يستند قوي 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 لدرجه ان هو ممكن يفرقع. يحصل اول استرانجليشن تنشن وبعد يحصل نكروزز للول بتاعت السمول انتستين بفريشن. انا حافظ لحد هنا عشان لو حد عنده سؤال.
تمام يا دكتور. دكتور ممكن اخر بارتي تاني معلش اللي هو بتاعه الكلوز. بص يا دكتور الكلوز لوب اوبستراكشن حد فتح البايب. بص يا دكتور هو دايما في طبيعي في الابستراكشن يبقى جزء الديستال هو الابستراكتد والبروكسيمال ابستراكتد. تعالى يبقى الناحيتين ابستراكتد اللي عندك مش ابستراكشن ليفل واحد بس لا على اتنين ليفل تمام. فبيبقى بروكسيمال اللي هو بتشاور عليه ايه تمام والديستال سي اوكي الاثنين مخنوقين الاثنين مخنوقين جوه اوكي. فاللي بيحصل الجزء بقى اللي في النص اللي هو بي دوت بيحصل له ديستاجريشن بتدي بقى الدم اللي وصل له مبقاش كويس والستاندد في الاول بعد كده يحصل سلافنج والميكوزا والميكوزس وبيفريش فاهم. او الناحيه الثانيه يكون في الترانسفيرس كولون او في السيجمويد كولون يبتدي يحصل اوبستراكشن خالص يبتدي الانيوسيكال فالف عندنا لو كومبتنت يبتدي السيكم يدايليت 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 لدرجه ان هو يسلاف ويفرقع تمام. ما بنشوفهاش كتير بس المهم تبقى عارفينها. بس دكتور هو مش سي ده بوست اوبستراكشن المفروض يبقى كولابسد برضو ولا ايه؟ نعم اللي هي المكتوب سي يعني اذا قلنا ان ايه بروكسيمال وبعدين سي المفروض يبقى ديستال يبقى كولابسد بقى مش اوبستراكتد صح؟ هو الاثنين. وهو الفكره بس لو شفتي احنا عاملها رينج الرينج ديت يعني الرينج نفسها قافله على الناحيتين المشكله كلها تبقى في بي البروكسيمال والديستال تمام ما فهمش مشكله بي يعني؟ نعم يعني بنتكلم ان ريليشن تو بي صح؟ بالظبط كده كلوز لوب هو البي. تمام طيب. دكتور هو لو حصل الترانسفيرس والكانسر او اوبستراكشن ده كده فين المنطقه اللي حصل فيها بيرفوريشن اصلا عند السيكم لان الاليوسيكال فالف بتاعنا لو حد سنه صغير بيبقى كومبتنت جدا ما بيعديش بالعكس ما بيعملش بيخلي الفالف الموجود ده ما بيخليش الانسان كونتنت يعدي بالعكس تحت الاليوم يبقى قافل يعني الفالف نفسه هو اللي اكت از الرينج ضبط كده هو خلاص قفل فبيرجعش الحاجه بالعكس يبتدي الوول بتاعه يدايليت لغايه ما يفرقع. شفتها مره او مرتين في حياتي مش كتير بصراحه يعني تمشي برده نفس الستبس سترانجليشن والستنشن وكده بالظبط كده يبتدي بقى سترانجليشن والستنشن وبريكريشن والكروس. تمام يا دكتور. في حد مش فاهم حاجه عشان ابتدي نخش في كلينيكال بيكتشر؟ دكتور هو انا الترانسفيرس كولون هيبقى سترانجليتد عن عند الفالف وبعدين يدايليت بقى بقيته صح؟ لا مش الترانسفيرس كولون السيكم السيكم قصدي يعني فيعمل كلوز لوب بقى في الاخر بالظبط كده تمام. ودايما العيان يجي لك برايت لك في وسط بين نشوفها كتير قوي يعني كذا مره تبقى مزد حد سن كبير بيلد عنده زايده يفتحوا له ايوه كلوز لوب اوبستراكشن تمام وتلاقي منطقه السيكم فيها بيرفوريشن وتطلع فوق شويه تلاقي فيه سيجمويد ماس بقى او ترانسفيرس كولون ماس او سمين فيتشر ماس. طب هي دي سبب القصه اصلا. تمام تمام تمام. خش على كلينيكال بيكتشر بتاعتنا بقى ايه السيمبتومز اللي بيجي لنا بيها العيان. بيجي لنا بين يقول لك انا بطني بتوجعني جدا فوميتنج ومستيبيشن وديستنشن ايه. طب هنقسم بقى كل واحده كده لوحدينا ناخدها نتكلم عليها. بين بتاعنا لو صادم السيفير وكوليك بين تمام ولو حطيت له رايل البين ابتدى يروح ده غالبا سمبل اوبستراكشن. ليه؟ لان انت وانس انت حطيت الرايل فانت قللت الديستنشن اللي جوه الانتستين يبتدي الريليف الديستنشن اللي موجود ده يبتدي الوجع يهدى عند العيان فده غالبا سمبل اوبستراكشن. طب لو انا حطيت له رايل تمام فضل برضه البين موجود لا غالبا ده سترانجليشن. ليه سترانجليشن؟ واضح ان ال الباول مش وصل له دم كويس فيبتدي يحصل ميكروز زي ما قلنا سلافنج فلا يفضل البين موجود ما بيروحش تمام. طب البين في البريتيك ايديس لا مبقاش عنده بين اصلا بيبقى العيانه دايما هي عيانه دايما بشوفها الستات ودايما زمايلنا بتوع النساء يقول لك انا عندي عيانه عملها كسرين من 3 ايام هي مش موجوعه بس هي ما بتعديش ولا ستوره ولا فيتس وبطنها بقت منفوخه قوي تستني هي مش موجوعه ليه؟ خلاص لان مفيش يعني مفيش حاجه بوستراكتنج هي مش حاجه ميكانيكال تمام هي بس مجرد ديستنشن موجود عندها الانتستين الموتيليتي مش شغاله تمام وابتدى بطنها ديستند هي عماله تبلع هواء تمام وعماله تشرب في ميه وفي نفس الوقت ما بتفضيش من تحت. طيب الفومتنج
احنا قلناها قبل كده دي على فكره في شرحناها في الكانسر كله ايه اللي في السمول ايه اللي في الهاي سمول انتستاين اوبستراكشن وليت في كلونيك دايما الجيجنوم يعني هي اناتوميكال جيجنوم بعد كده ايليان بعد كده كولوم لو جيجنوم هو المقفول هيبقى الفوميتنج اسرع لان هو اسرع ناحيه الفوق مش ناحيه التحت تمام الايليان برضو نفس الكلام الكولون فيري ليت لما الكولون يقفل خالص يجي الفوميت تمام وانتنس فيكولنت ماتيريال يبتدي العيان يجي لنا يعني ركبت الرايل تلاقي ريحه الرايل جاي ريحه كونتنت ريحه وحشه جدا ريحه فيكولنت تمام وفي فود بارتكلز وفي حاجات زي الستول بالظبط لو النايب بتاعي بلغني ان ركبت الرايل وجاي فيكولنت ماتيريال معنى كده اللي عنده مزود بقاله فتره اللي عنده لازم يتفتح عنده بالنسبه لي اللي فيه جاي فيكولنت ماتيريال ده خلاص بالنسبه لنا دوت اللي عنده ابستراكت بقاله شويه عنده فيه مشكله ما جوه لازم يتفتح وقال لي عندي فكره انت ماتيريال وحد بالغ في فكره انت ماتيريال في الرايل وانت طنشت قلت لا انا همشيكوا زي ده تهريج طبيعي لازم يتفتح تمام بالنسبه بريتيك الى سيبونت الكوتش موجود طيب بعد كده كونستيبيشن يعني ايه كونستيبيشن يعني عامل ما بيعديش ولا فيز ولا ستول ديسبايت اوف ديزاير هو عايز يخش الحمام بس مش قادر تمام ممكن يبقى في ايرلي كيسز مش موجود لو حاله مزدي باستر اوكلوجن او ليتريز هانيا او في البدري خالص في الاول خالص لو جاي فوميتنج ما فيش عنده كونستيبيشن هو مشكلته كلها جاي فوميتنج او ضمن البي يبقى في الكلونيك اوبستراكشن يبقى ايرلي وليت في السمول انتستاينال اوبستراكشن في حد عنده اي مشكله يقول لي سلايد دي حد مش فاهم دكتور هو في البين ايرلي والنيزوكاستيوم طب واحده كده اول ثاني بس قولي ارجع للبين تاني يا دكتور البين لما انا احط له نيزو جاستريك تيوب تمام هو ممكن اصلا مش يكون اصلا تحت الليفل ده مثلا سمول انتستين او لارج انتستين يعني هو لو نوت ريليف ده انا كده بعتبره سترانجليتد ليه يعني لا بص افهمك الحاجه وفي غالبا في السمبل اوبستراكشن لما وانس انت بتحط الرايل مين بتقلل بس الديستنشن اللي موجود على الانتستين يبتدي الوجع بتاعه يروح هو لان نفسه يقول لك لا انا ابتدي اهريت شويه ليه لان انت وانس انت سحبت الفلويد اللي عامل ديستنشن جامد قوي هو بين سبب عنده ستريتشنج بتاع التانر وول ستريتش جامد قوي لما تخيل انت عندك شراب او بالون عملت تملاها ميه عملت ستريتش فهو موجوع وانس انت بتحط حاجه تضيف الستريتش ده يبتدي البين يروح طب انا ركبت له رايل تمام لكن هو عنده ستنجيشن تحت هو مشكله ان البلاد سبلاي نفسه اللي واصل مش فيه مشكله لما حط له رايل لا هو برده ما ارتاحش انت سسبكت بص استرانجليشن ومش استرانجليشن دي بتعتمد على كذا حاجه هو فايتال سايز بتاعته البين بقى له قد ايه تمام يعني توكسيك ولا مش توكسيك يعني احنا بقى استرانجليشن ده احنا دايما سسبكت ودايما احنا بنخاف من استرانجليشن ما تاخدش كل حاجه سيمبل سيمبل بالنسبه لنا احنا ايه لو جات لنا تبقى الحمد لله كويس يا سيمبل يا جماعه احنا دايما دماغنا بتروح ناحيه استرانجليشن اكتر من سيمبل تمام ايه تاني حد يسال عليه الفكره دي مش موجوده في الكريتيك كيس من ايه الفيكل ماتيريال مش موجوده في الباراليتيك اريس الفيكل انت ماتيريال تمام افكت الباراليتيك اريس بس عشان تفهمينا كده هو اللي بيحصل الموتيليتي نفسها مش بتتحرك يعني موتيليتي الانتستين نفسها مش بتتحرك الانتستين الموتيليتي بطيئه زي ما بنقول كده فهي ما بترجعش عكسي لا هي المشكله ان هي ما بتتحركش لتحت ما فيش بروبالشن لتحت اوكي فما بيجيش فيكل انت ده فيري ليت انت سبت العينه مثلا اسبوعين ولا حاجه مش خالص بصراحه عشان ما فيش فوميتنج اساسا في باراليتيك اليس يعني بالظبط كده دكتور ايه ام في او دي وهنقولها هنشرحها بالتفصيل بعدين طب والليتر زيرني مش هقولها لكم طبعا انا عايز يا دكتور ليه ما بيحصلش معاهم كونستيبيشن اللي هو الهيرنيا والاوكلوجن انت رايك فين مش عارف صح هي الكونستيبيشن ده المفروض يجي الكونستيبيشن ده ليه بيجي بعد قد ايه بعد الفتره 4-5-6 ايام لو حاجه في الكولون لكن دايما عنده بريزنت بومتنج وابدومينال بين بيجي لك بدري يعني عشان يجي لك بيجي عيان عنده بريزنتيت فاسو كلوجن يقول لك انا عندي كونستيبيشن دي صعبه قوي فاهمين الفكره دايما ايه بريزنت قبل ايه هو العين ده مشكلته ايه ان الدم مش واصل مره واحده بيجيلك بقى بضمن البين بيرجع معاه توكسيك انت مش هجيلك يشتكي من كونستيبيشن صح؟
تمام يا دكتور. تمام. طيب ابدومينال ديستنشن خلاص، بيبقى في الكرونيك اوبستراكشن دايما الكولون دايما هو دايما بيجينا ابدومينال ديستنشن. ليه؟ ان الكولون تحت خالص يبتدي يقفل واحده واحده، يبتدي بقى الكل اللي فوقيه يبتدي ينفخ ينفخ ينفخ. تمام. يجيك انا ابدومينال ديستنشن، لما يجيك ابدومينال ديستنشن جامد قوي كده بتفكر لو حاجه داون وورد او تحت، ايه اللي قافله الدنيا. طيب في الهاي سايلنت اوبستراكشن وفي الجينوم وفي الاليوم لا، بتبقى قصه صعبه يعني، صعبه شويه. هو يجي لك ابدومينال ديستنشن ليه؟ لان هو التستن اللي تحتيه دايما بتبقى كولابس، زي ما قلنا في السلايد اللي قبل كده ان الانتست بروكسيمال بتبقى دايليتد، ديس بتبقى ايه كولابس، فصعب شويه يكون في هاي ابستراكشن ويجي لك العام ابدومينال ديستنشن. طيب ايه الساينز اللي احنا بنشوفها للعيانين؟ عيان جالك الطوارئ تمام، جاي بيقول لك انا برجع بطني وجعاني، ايه الساينز اللي هتشوف عليه؟ قيس البلد بريشر، قيس التمبريتشر، قيس البالس بتاعه تمام. رايكم العيان ده هيبقى عامل ازاي؟ ممكن يعني توكسيك سيمتومز، توكسيك سيمتومز انت كارديك تلاقي فيفرش تمام، تلاقي ابتدت تخش هايبوتنشن موبيل. تمام. طب العين لو دخل ابتدى يخش في هايبرتنشن والبلد بريشر بتاعه عمال يقل والبلس عمال يزيد، توك سايد اوف سترانجليشن صح؟ مفروض تمام. اهم حاجه في العين البلد بريشر بتاعتهم تكون تبتدي عينك عليهم مونيتور، بالذات البلس، البلس بتاعنا كل ما كان تكاردي كل ما كان عنده مشكله. اوكي، ما ينفعش النائب يبلغني او المدرس المساعد اللي معايا يبلغني العين السنة بستركشن، طب بصوا كم يبني، لا أصلا ما عديتوش والله، هيبتدي يسمع كلام مزعله. تمام. فبيتال زينس في العينين دي مهمة جدا جدا. أولا دي بتدي تيكتشر على عين وضعه عامل ايه بالنسبة لك خلاص. تاني حاجة لو عين بلسه 140 وضغطه 80-50 هتعرضه عندك في الاستقبال خلاص، ولا هتبتدي العين بقى لا دي هنبتدي الرصاصية العين ده ونطلعه على الرعاية ونكمل له حاجته فوق. مهمة جدا في السي ادميشن بتاع العين بتاعك، اللي بالكوا احنا مش بناخد الحاجات كلينيكال بيكتشر والساينس والسيمتومز دي كده خدها كلام، لا ده عينين احنا بنشوفه كل يوم خلاص. الفايتال داتا بتاعت العيان ده عنده ماسك نفسه كويس، هنبتدي انفستيجيت ونستيت ونظبط له الدنيا. قال عنده جاي شقد وضايع، لا مش هينفع نقعده معانا عشان ما يموتش مني. طيب هنشوف ايه على بطنه؟ اوكي انسبكشن كده، هتبص على العين هتلاقي بطنه ايه؟ هتلاقي بطنه ديستندد. في بعض الناس يعني بس دي قليله قوي، ما شفتهاش غير مره ولا مرتين، بيبقى عنده فيزبل بريستالسيس، تلاقي الانتستين بتاعته بتتحرك تحت الجلد، وغالبا دول ناس رفيعين مش مصريين يعني، الناس اللي جسمهم رفيع قوي، بس تلاقي البريستالسيس شغاله كده من تحت، وفي صوره حواليكم بريستالسيس فيزبل بريستالسيس. ريجيتي تحس ان بطن العيان، لا بطن العيان دوت مشدوده، بص عليها عارف انت في بطن مريحه كده، بطن العيان دوت مشدوده. تبص على الهرنيا الاورفيسيس، تبص على لازم تبص عليهم، تبص على البوسنج جوين الهرنيا الجوين الاورفيسيس، تبص على الامبليكس لو سيت، تبص على الفيمورال الهرنيا بتاعها تشوف هل فيه هرنيا اوبستراكتد او حاجه، وبص على السكارز هل في سكارز قبل كده، عامل عمليات قبل كده، وتسال العيان ديت فيزبل بريستاليسيس. طبعا لازم يكون عين رفيع، ما بنشوفهاش كتير الصراحه، عشان باش بكذب عليكم. طيب بالبلبيشن ممكن تحس ماس تمام، لو ادفانسنج كانسر كول ممكن تحس حاجه زي مسوج الشيب، حاجه زي السوسيس كده تحت ايديك او حاجه هقولها لكم بعدين تمام. او تحس في لو طفل صغير جاي حاجه اسمها فولفس نيوراتورم، طفل صغير تحس تحط ايدك كده تحس لا في مسك، الولد ده في حاجه تحت ايديا محسوسه تمام. ممكن تحس تندرنس او الباون تندرنس لو استنجليتد، تندرس تيجي تلمس العيان ينط يقول لك انا موجوع قوي خلاص، او تلاقيه صور ما بيكلمكش اصلا. طب البركشن، البركشن تلاقي حاجه اسمها تمبريتك ابدومن. يعني ايه تمبريتك؟ لازم ايه يعني في هوا، في مش عارف في هوا بالظبط كده، في اير جوه، الاير ده جاي منين؟ فريش مثلا، ايه لو في بيرفكت مثلا، ممكن لو ممكن ايه تاني لو في ديستنشن، ممكن من ديستنشن والجهاز اللي جوه
برافو عليك. اللي جوه الانتستين نفسها اليوم اللي جوه الانتستين بتبتدي تعمل بركشن، لا تحس ان الصوت عالي قوي، تمام؟ معنى كده ان في هواء تحتيك. طب بالنسبه للانستينال ساوندز انت رايكوا ايه، تبقى عامله ازاي؟ حسب يا دكتور، يعني مثلا لو قريتك اليس مش هسمع حاجه. برافو عليك، تمام. طيب نسمع باول ساوندز، مهمه جدا. لو موجوده يبدا بميكانيكال اوبستراكشن. ايه اللي اوبستراكشن تبتدي تسمعها اكزاجيريتد قوي، تمام؟ بعد كده في اللي بيحصل حاجه اكزوشن للانتستين فتبتدي الصوت ده يروح خالص، تمام؟ طب لو انا من الاول مش سامع يبقى غالبا دوت زي ما قلت كريتيك ايجست، خلاص. يا اما حصل حاجه اسمها بيكتوريشن، انا بيكتوريشن زي ما انت قلت كده، فعمل الجهاز اندر الدايفريم فتبتدي انا مش سامع بقى خلاص صوت الصوت الانستينال ساوند، ان في بقى في هواء في طبقه كمان ما بيني وبين الانتستين، انا مش سامع صوت. اوكي طيب اخر حاجه بنعملها لازم تعمل العام بي ار، لان ممكن يكون سبب الاوبستراكشن دوت كانسر، زي ما قلنا كانسر ريكتم، كانسر في الكلال، اي سبب ممكن يكون انترسبشن في العيال الصغيره، تمام؟ فلازم تعمل بي ار. لو انت ما عملتش بي ار لعيان ستاند اوبستراكشن، تمام، يعني برضه نفس الكلام هنزعلها، لازم اقول لك البي ار بتاعه اخباره ايه، في ستول ما فيش ستول، طب ليه في بلاد، في حاسس ماس، حاسس ماس، طب لو طفل صغير حاسس ان انت سسبشن الهيد بتاعته صعب من حساب العيال الصغيره، طلعت صباع كيت حاجه اسمها ريد كارل جيل ستيل صحه برضو، تمام. كل دي الساينز دي مهمه جدا، لازم تبقى فاهمها كويس قوي. تاني العيان داخل لك في استقبال، العيان بيجي استقبال غالبا بيبقى ديت فيبرش دبل ستيشن يبومت، تمام، ويخش لك على طول فايتال داتا كيبل رايل، ركب له محاليل، ركب له افصال البول، اعمل له تشارت، ابتدي بقى تفاصيل العام بتاعك. في حد عنده سؤال؟ دكتور معلش، هو النوجز انت اندر دايفرام دي، انا مش هيبقى في تمبانيك نود دي كده صح؟ لا، هي التمبانيك دي هتفرق لي هو في مثلا بيرفوريشن او لا؟ بالظبط كده، تمام. بص برضو كلينيكال ساينز بالنسبه لنا في العينين دول بتبقى صعب قوي ان انت تعرف تقعد تفحصهم كتير برضو، عشان يعني بصريح يعني ده غالبا جاي لك من موجوع وحالته ما لا بال ربنا، خلاص، عشان ده يطلع لك الساينز وكلام من ده. انا بكتب لك بس حاجات تبقى انت عارف، لكن يعني فرانك سبيكنج على العينين بيبقى صعب، قصه صعبه شويه. تمام، طيب سترنجليشن بقى، ده اللي احنا شرحناه في الهرنيا قبل كده، ولا انتوا مش عارفينها؟ سامعني؟ تمام. عرفنا شوية. طيب الاستنجيشن دي مشكلتها ان دايما الانتستين ديت بلاد سبلاي بتاعها ان فيري فراجايل، اول ما يحصل مشكله في البلاد سبلاي بتاعها الانتستين تروح واقفه على طول، فانت زي ما قلت لك الجولدن اورز بتاعت اول 6 ساعات لو انت ما لحقتش العيان فيهم يعني بتخش في جنجرين وتدخل نفسك في فين بقى بنزين، ممكن العيان يخش في توكسينيا ممكن يموت منك لو انت يعني استنيت عليه. فدايما العيان بيجي كلينيكال تعب 330 وضغط واقع وتوكسيك وتاكيكارديك وحالته معانا بقى ربنا، ده غالبا استنجليت جاي بستان ابستراكشن مفيش ابستراكشن، عنده بريزيستنت بين، عنده بدل كده نور رايل، جاي شوكت، عنده لوكال تندرنس، عمالين نكونزرف عليه نركب له محاليل نركب له رايل نحسنه، لا هو عنده بتحسنش عنده مشكله، تمام. استنجليت فين ده بيجي بتندر وريديوسبل، بيجي كح مفيش امبراك اكسباسيل امس انقف، تمام. يقول لك اصل حجم الهرني دي زاد مره واحده، يقول لك دايما كده، يقول لك انا كان عندي هرنيا مثلا جوانب هرنيا بقى لي يومين ثلاثه حجمها كبر مره واحده، معنى كده انت استنى الكونتنت او الكونتنت بتاعت الهرنيا دي نزلت تحت او في عده الرينج واتزنقت عليها او اتخنق عليها، تمام. ده زي ما قلت لكم دي حاجه امرجنسي ما فيهاش هزار بالنسبه لنا، خلاص ما ينفعش اتنين. شايفين مثلا انتستن عامل ازاي؟ انتستن سودا، خلاص انتستن سودا جوه البطن دي معنى كده هبتدي يعني اخش في توكسينيا وفنك من فوق فعلا يموت، وفي ناس كتير ماتوا بسبب القصه دي. استنى عليهم يقول لك استنى عليهم الصبح ولا احنا مش فاضيين ولا انت عندك شغل تاني ولا بتاع، لا دايما استنجليشن هو لي بريوريتي في الشغل. طيب دكتور هو ايه اللي بيعمل استنجليشن غير الهرنيا؟ ايه اللي بيعمل استنجليشن غير الهرنيا؟ ايه رايك؟ ايه تاني ممكن يعمل استنجليشن؟ ايه
في حاجة أنا قلتها فوق اسكيميا مثلا الفولفيولوس ده ممكن الفولفيولوس برافو عليك صح الانتستين بتلف حوالين بعضيها ايه تاني ممكن يعمل سنجليشن اللي هو الابستراكشن في الترانسفيرس كولون او في بالظبط ماشي تمام وايه تاني ممكن يعمل سنجليشن مش انا في صورة انا وريتها لكم الادهيجنز تيومر لا ممكن بند يقفل على البلود فيسلز البند دي يقفل على البلود فيسل بتاعت الانتستين تلف حواليها وتعمل استنجليشن صح الهيز البند انا وريتها لكم في الاول ارجع تاني سلايد لا تمام يا دكتور شكرا تمام طب ايه كومبليكيشن هسه للعنين دول جيم تشست انفكشن يخش طبعا نوتري تو لايف بالانس بيخش كليرينال فيلير يجيله شوك ابتسيميا كيرتونايتس ودي كومبليكيشن بتاعت السلسلة ابستراكشن تمام طب جالي العيان في الاستقبال ايه اللي هعمله له ايه رايكم نعمل له ايه شوف حالته عامله ايه محتاجه تستابلايز هو كومبليكيتد ولا لا تمام برافو عليك بس انت وانت بتركب له الكانيولا بتسحب له التحاليل على طول في ساعتها تمام هتسحب له سي بي سي هتسحب له رينال فانكشن تشوف الاخبار عنده رينال فيلير ولا لا تسحب له ليفر بروفايل تعمل له فول لاب انفيستيجيشن تمام اهم حاجه بنعملها في اللاب انفيستيجيشن ديت هو حاجه اسمها الكترولايت صوديوم بوتاسيوم لان هم دول بيورين حاله العين اخبارها ايه هل عنده هايبوكاليميا هايبوكاترينيا عشان محتاج يستعب محتاج نصلحه قبل ما نخش العمليات اوكي الاكس راي بتاعتنا بقى ده الحاجات اللي هي موجوده في الاستقبال الاكس راي العاديه الايركت تشوف حاجه اسمها مالتي فلويد ليفل تمام السوباين بيورين ليفل البستاشه دوت جينوم ولا اليام ولا كولوم بيبان تمام ايه في الايركت بيبان مالتي فلويد ليفل ليه سؤال ليه احنا قلنا لكم ليه؟ في السمول انتست في السمول انتست بيحصل ايه؟ عشان الجهاز مثلا بروديوست ولا لو في اوبستراكشن في ليفل في السمول انتست هي بتعمل لي اير فلويد عشان هي لفه على نفسها فيبقى في كذا اير فلويد ليفل بالظبط كده بالظبط كده هي بتلف حوالين نفسها فيبتدي يحصل الفلويد والاير بيركنوا في مكانهم ويبتدي يعمل مالتي فلويد ليفل تمام؟ لما العين بينام لما عين بينام يقول لك ليفر اوبستراكشن هل ده هو جوجنم ولا ايليام لو فوق خالص بيبقى جوجنم غالبا لو في الميد بيبقى ايليام ولو في اللاترال سايد بيبقى كولونيك تمام بعد كده نعمل الالترا ساوند الالترا ساوند بيقول لك في سن باور لوبس لو في انتسسبشن بيشوفها الحقيقه كذا مره حد بتاع سونار شاطر بالذات في الاطفال بيعرفوا يشوفوا المس يقول لك ده انتسسبشن انا شايف انتستن داخل جوه انتستن تمام بس محتاجه حد شاطر يعني يعملها تمام طب ممكن نعمل له حاجه تانية حاجه اسمها الدبل انيما تيست ليه دبل انيما تيست انتوا شايفين الصوره اللي فوق على اليمين دي عباره عن ايه بينفخ ايه وايه ده اير وكونتست بينفخ بالظبط باريم انيما بينفخ معاهم بينفخ معاه هواء حاجه اسمها دبل انيما تيست خلاص مش الدبل انيما تيست دي بتوريك الكولوم بتاعك اخباره ايه بتملاه هواء نفس الوقت بتملاه لك صبغه فبترسمه زي هو مرسوم كده جزء واخد صبغه جزء واخد هواء تمام لو في ديفكت فيلينج ديفكت بيبان قوي بقى في الدبل انيما تيست دوت كنا بنعمله زمان بس دلوقتي بطلنا نعمله يعني مش كتير زي الاول طب لو السمول انتستين هنا مقفول عندي يعني في مشكله في السمول انتستين نعمل حاجه اسمها جاستروجرافي ميكوز فورس هو يبتدي العين يشرب صبغه تمام جاستروجرافي ونصوره كل ساعتين او كل ثلاث ساعات ناخده فيلم الاول نشوف الصبغه واصله للاستومك بعد كده بعد شويه نصور نشوفها بالجينوم وبعد كده في الاليوم لغايه ما توصل لحد تحت لحد الريكتم الفكره الجاستروجرافي مين فول ثرو ديت ايه حاجتين الصبغه اللي هو بيشربها دي بتورين ليفر اوبستراكشن فين بتشوف الصبغه واصله لحد فين وقفت يقول لك تمام مثلا ده في الاليوم لا ده في الجينوم بدري او لا ده في الكولون الصبغه وقفت تمام دي حاجه تاني حاجه الماده اللي هو بيشربها ماده هايجروسكوبيك يعني ايه هايجروسكوبيك ماتيريال بيشربها ده عامل زي عارفين زيت بارافين اسمعوا عنه في ماده اسمها زيت بارافين الناس بتشربها او بتاخدها عشان تعمل لها اسهال الناس اللي عندها امساك مزمن لو تعرف حد من قريب ولا حاجه بيشرب حاجه اسمها زيت بارافين بيشرب زيت بارافين ده عشان يمشي بطن حاجه زي دي عامل زي الزيت كده بتزحلق السنه كونتنت تخليها تعدي هي مستر جاستروجرافين بالنسبه لنا اللي هو بيورين ليفل اوبستراكشن دي حاجه
تاني حاجة هو نفسه ساعات بياخد الابستراكشن الموجود لو فيه مثلا حتة تيكل اسمها قفلة في انسانة كونتنت راكين بياخده يزحلق بيهم ويعدل تحت. طب الابستراكشن ورا فين؟ انا مش عارف في الكولون وفي الانتست. لا انا جايب لك قصة فين ده عادي بس بوريك الليفل بتاعنا من زي بتاعنا. طب والكولون والكولون ده كان فيه مالتيبل سايتس اوف ابستراكشن ولا ايه؟ اللي هو كانت منطقة واحدة؟ لا بص الكولون بس الفكرة كلها ورجع لك الفكرة بس كلها احنا انت بتصور على كذا ليفل يعني ايه؟ يعني بس بتصور بعد ساعة ويطلع العيان في الأوضة شوية بعد كده ينزل تاني يتصور بعد كده يعني بتصور على كذا لقطة ان هي الصبغة عمالة بتعدي ما بتقفش مكانها خلاص لغاية تم تطم هي بس لغاية آخر ريكتم خالص. دكتور انا عندي سؤال برضو واحدة 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 الصورة دي نورمال برضو كولن دي؟ يعني واحدة اه غيرت الكولن اه نورمال دكتور هو في الدبل انيما انا مش فاهمها هنا الاير ايه فايدته؟ انت رايك ايه فايدته؟ انا مش عارف انا بسأل هو انا بدخل دوي وبعدين بيستند الكولن تقريبا يلبس بيبص الكولون مشكلته ان هو دايما قافل على نفسه تمام انت لما تنفخ هواء بتعمل ستنشن للكولون الاول بعد كده بتغن صبغه في الكولون بيبقى مرسوم لك زي مرسوم كده بالتالي الكولون ده مرسوم حلو ولا انت ايه رايك؟ طب دكتور انا اه تمام بس انا مش ممكن ابرفوريت العيان كده لو هو مثلا جاي اوستراكشن مثلا فيها حته انفليمد او كده ممكن يحصل له بيرفوريشن إيه انا بص انا بقول لك الحاجات دي يعني كانوا بيستخدموها زمان انا بقول لك الحاجات دي بيستخدموها زمان طب عارفينها بس اسامي بس دلوقتي طبعا لا بنخاف انا بخاف اعملها برضه خلي بالك اللي بيعمل انيما تيست دوت بيبقى فني فني اشعه مش دكتور ممكن زي ما انت قلت روح نفخه نفخه حلوه كده يفرعه لك تمام دكتور يعني لو في الجاسترو جرافين ميل دي لو عندي ريسك اوف برفريشن هيعمل عندي مشاكل العيان ف ما انا معرفش لا العيان هو بيشرب ميه لا ده بيشرب وبيشرب بس وبيشرب الصبغه والصبغه بتعدي تمام بعد ما يشرب تاني حاجه جسمه بعد ما يشرب هتقف الانتستين هتقف القط اوف هيحصل قط اوف الصفه مش هتعدي اقصد لو في برفريشن لو في برفريشن مش مش هتعدي البروتينيه وتعمل مشاكل تانية ولا حلو انا ما قلتش ان هو باريوم ولا انت رايك ايه؟ ما قلتش جسم الجرافين بس الجرافين دوت ماده ما بتعملش اريتيشن للبروتينيه اه تمام هي لو عدت هيبان ليكج لل الصبغه باينه الانتستين يعني خلاص بس هي ميزتها ان هي ما بتعملش اريتيشن بروتينيوم خالص بس برافو عليك سؤال حلو برافو عليك يلا طيب دلوقتي اي عين استخدم الاستراكشر الحقيقي بيجي لنا دلوقتي في الاستبدالات خلاص ان هو جولدن دلوقتي جولدن في الانتجيشن في الانتجيشن هو سي تي سكان كان في مستين بياخد اورال واي في كونتراست فبينور لك كل البطن بقى كلها اللين والليفر كله والثالت اورجن نفس الوقت العام بيشرب صبغه فبينور لك الانتستين من اول استومك لحد الكولون تحت بيقول لك بالظبط فين المشكله وهل في ماز او في ابستراكشن في ستريتشر بيبان تمام فدلوقتي بقى هو واخد اوفر هاند الحقيقه في الانتجيشن بتاعت الانتجيشن طيب انا هقول ازاي اول حاجه سيشن مارتنج رايد بتعمل سكشن لاين عشان ترجع الالكترولايت امبالانس تمام وكثر والشارت الشارت دي مهم حاجه اسمها فلويد تشارت تشوف الانتيك اللي عند خده قد ايه وطلع قد ايه يعني وصل عند خد 2000 وطلع 100 يبقى العند عنده مشكله ولا ما عندوش مشكله عنده مشكله صح العند كده دهيديتد طب العين مثلا خد 2000 وطلع 3000 لا برضو بقى عنده مشكله لازم نخلي البالانس بتاعنا دايما بالبوزيتيف يعني بوزيتيف يعني مثلا خد 2000 طلع 1500 يبقى في بوزيتيف 500 جواه خد 3000 طلع 2300 يبقى في 700 جواه اوكي اهم حاجه المايك فلويد تشارت دي بتديك فكره عن الهيدريشن بتاع العيان اخباره ايه كده هيدريتد ولا لا الكيبل سنتر لاين شوف السي في بتاعه يديك فكره او فكره عامه كده عن العين بتاعك اخباره ايه طيب قررنا نفتح العيان تمام طب انت لو شكل عين دوت ادهيزف وفي بند مثلا هي القفله كنا زمان بنفتح اكسبلوريشن من فوق لتحت كده نفتح بطن كلها نبص عليها دلوقتي مع تطور يعني الدنيا
ممكن تخش باللابروسكوب، نخش بالمنظار ندخل البطن نشوف الحته اللي فيها اوبستراكشن فين او البند اللي اخده فين ونقصها وخلاص. طب دي مهمه؟ اه مهمه. العين بتاعك بدل ما هتفتح له بطنه من فوق لتحت، لا انت بتعمل خرمين صغيرين جدا كل واحد سنتي، تبص جوه الكاميرا تشوف ايه الحته اللي فيها مشكله وتعالجها وخلاص. طيب لا ما ينفعش، ده شايف العين دوت شكله كده في ميز او في حاجه مستقيم، ده هنفتحه بقى عادي خالص. نفتح العين ميد لاين لينفورم اكسبريشن ابدومين، تبص على الابدومين من اول الطمق لحد كولون تحت، تبص على الليفر والسكرين بتاعك، تعمل فورم اكسبريشن ابدومين كلها. بعد كده تشوف الريستراكشن فين، لو الباور فايبر خلاص هنقفل الابدومين، يعني خلاص بس بيكتشر في بند قافله تركناه وخلاص، بقيت الباول فايبل والدنيا كويسه خلاص مش هتعمل حاجه ثانيه. طب لو نوت فايبل، لو سون تيست مثلا فيها استنجليشن او الحته اللي موجوده دي ماتت خلاص، نعمل سكشن استموزز. طب لو كولون احنا شرحناها قبل كده، لو رايت سايد نعمل سكشن استموزز ان الرايت سايد البلس ابلاي بتاعها كويس تمام. طب لو ليفت كولون من حاجه اسمها ايه؟ ارتون بروسيجر او هنعمل كولوستو تمام. طب بعد العمليه اهم حاجه العين يبقى سيديت كويس، مش ميعملش ما يبقاش فيه مجهود في النفس ومجهود عايز يقوم وعايز يتخاني، لا لازم العين بريح شويه عشان يبتدي ريكفر احسن، يفضل ايه بيقول شويه لغايه ما نطمن تحس ان الموتيليتي شغاله ويمشي على الايدي فلويد. في حد عنده اي سؤال؟ دكتور ده المفروض يبقى باللابروسكوب، ليه حضرتك قلت افتح؟ بص الدكتور اول السلايد هيبقى لابر اور ميد لاين، اللابروسكوب لو فتح لو المسحب بالبروسكوب ما ينفعش، عارف اللابروسكوب ما ينفعش، ما ينفعش في كل الحالات عشان تكون فيه. لو انا عامل مثلا خمس عمليات في بطنه لا مش عارف تخش البطن اصلا تفتحيه، هو دلوقتي بقى موجود لكن مش كل الحالات ينفع. يعني لو كملت لابروسكوب عادي لو ينفع يعني؟ لو كملت وربنا كرمك يبقى احسن طبعا. اه طبعا يا ريت بتبسط جدا، وعين طبعا تفتحي له فتحتين سنتي، فده افتحي الجرح من فوق لتحت ويجي له بعدين انسيرجن هيرنيا ممكن يحصل له انفكشن بريست ابدومن، تخيل نفسك في مشاكل كتير يعني تمام. دكتور معلش عندي بس سؤال، بس هو في حضرتك كده في رايت كولون بعمل ريسكشن بعد كده بعمل انستموزس، هو الريسكشن ده بيبقى بس ولا بعمل هو ايديو ترانسفيرس انستموز؟ بالريسكت الجزء اللي فيه مشكله ايديو ترانسفيرس انستموز يعني زي انا شرحناها للمحاضره اللي فاتت يا جدع، احنا قعدنا قرينا فيها. لا ما انا فاهم اعملها ولا ما اعملهاش في نفس الريت كولن. الريت كولن بنعمل استموز، بنعمل ريمان استموز ايلو ترانسفيرس. اه تمام ماشي تمام. دكتور حضرتك قلت بنام لو بشوف لو في باند، هتبقى ايه الباند دي؟ طب ممكن تديني اقل من ثانيه؟ اوكي تمام كده كويس تمام. ايه البند بقى اللي بتقول لسه عليها؟ اكتر حاجه بنشوفها اللي هي البند دي تبقى بي بند، دي عباره عن ايه؟ لو حاجه اسمها في الايرلي تبقى حاجه اسمها فيبرنس اديجن، بعد يكون مثلا عيني يكون عامل عمليه بقى له 3 4 ايام يجي تخش يقول لك السرطان ده مستقر بعد العمليه، نفتحه تاني تلاقي الانتس نفسها لازقه على بعضيها. لو مثلا كان عندي بروفريشن وباس كتير وانفلاميشن جامد تلاقي الانتس نفسها تلزق في بعضيها، حاجه اسمها فيبرنس ادهيجن. فيبرنس يعني الفايبرز الموجوده بسيطه مش جامده. طب فايبرز لا فايبرز ده ليه؟ بعد كذا سنه مثلا عامل عمليه 3 4 سنين تخش تلاقي لا حاجه ناشفه فايبرز تمام؟ بنشوفها دايما بعد الابندكتومي والجايناكولوجيكال اوبريشن، الناس اللي عامله قيصريه، الناس اللي عامله مشكله في الرحم، عامله حاجه في المبايض، الناس اللي عامله زوايد من عمليات قبل كده، بتلاقي البطن نفسها ملزقه بيحصل باند ادهيجنز جوه البطن ودي بتعمل استبستراكشن تمام. في انواع باندز، اه في حاجه اسمها كونجنتال باند موجوده هشرحها لكم بعدين تمام. ممكن يكون بريتونايتس عمل انفلاميشن جامد قوي يبتدي الانتستين تلزق على بعضيها، ممكن الجريتر اومنتم نفسه اللي بتاعنا الجريتر اومنتم دوت احنا شرحناه قبل كده ينزل تحت في الحوض بتاعنا في البلفس اللي هو نفسه يبقى باند والانتستين تلف حواليه تمام. طب ايه التريتمنت بتاعنا دوت؟ يقول لك ان انا عندي حاجه اسمها ادهيزيف سبستراكشن، عندي عامل عمليات قبل كده احنا متوقعين ان هو حاجه اسمها ادهيزيف. يعني ايه ادهيزيف؟ وعامل مثلا زي ده وجاي مسدود او عامله قيصريه عامله حاجه قبل كده في الجينيكولوجيكال تمام،
وبتعديش ستول بس بطنها مش ستند قوي مش ترانجليتد العين يعني سيمبل اوبستراكشن. اما الشيء يكون زي في هركب لها رايل نديها محاليل نعمل لها الانفيزيكيشن بتاعتنا حاجه من اثنين يا اما الست ديت هتتحسن وهتعدي ستول وفليتس ويبقى الدون كروس عندها اتحسنت خلاص يا اما لا هي مسدوده وما بتتحسنش ساعتها هنضطر نفتحها. طب وانا فرق ازاي ان ده مش باراليتك ايليس؟ افرق ازاي ان ده ايه؟ مش باراليتك ايليس بيبقى الصوديوم بوتاسيوم بتاعهم كويس وبتستنى الصوت المسموع بتاعته. طيب بيت الامات ده يا دكتور ليه هيعمل باند؟ اللي بيعمل باند هوريك في الصوره بعدين. تمام ساعات الريتر مينتا نفسه مع الانفلاميشن بيروح لازق في الابدومينال وول من تحت ايه هو نفسه بينزل في الابدومينال وول بتيجي الانتستين تلف من حواليه هو بيبقى عامل زي الخيط كده او حاجه لازقه تحت خالص والانتستين تروح لفه من حواليه بنشوفها ساعات مش كتير بس بنشوفها. تمام طيب في انواع بالستشن معينه اه في حاجات بقى دمات ايه ما بنشوفهاش كتيره بس يعني برضو بنفكر فيها. تمام يحسن ان الباول نفسه يهرنيت في سايت مش كومن. تمام بس بنشوفها حته اسمها فورمال فينترو ممكن تكون هول في الميزنتري بتاعنا هول في ترانسفيرس كولون او ديفكت في برود لاجمنت بتاعه اليوترس او حاجه اسمها كونجنتال ديفجماتيك هرنيا او بارد يدينا الفصة او ايتر بروتينيه الفصة. تمام كل دوت عباره عن ايه هي الفكرة كلها يعني ببساطة كده عشان ما نقعدش ان يعني اتوهكم في الحتة دي العين جاي انسان ابستراكشن تعمل له كل حاجة مفيش اس موجودة مفيش حاجة بس الانتستين متكعبلة في حتة معينة يعني لفة حوالين نفسها في حتة معينة اوكي عملنا مثلا سكشن استموزز لعيان ما قفلناش الميزن بتاعة الانتستين اللي احنا شلناها خلاص فيبتدي الانتستين تخش في الويندو دوت اللي موجود اللي هو المستيك ديفكت دوت تلف حوالين نفسها تعمل انسان ابستراكشن. تمام بنشوفها اه بنشوفها خلاص. في تاني حاجه اسمها فورم الفونس اللي هي اسمها اي بي بلوك فورمين ما عارفين تسمعوا عنها ولا لا حد عارفها؟ اه دكتور دي اللي هي بتدخل للسر اومنتوم. برافو عليك دي عباره عن مسج ما بين الجريتر سيك والليسر سيك بريتر سيك او بريتر اه ساعات تخش تخش تتخنق جواه تعمل حاجه السماء تعمل تخش تعمل ابستراكشن المهم ما بنشوفهاش كتير بس ساعات بتحصل ساعات بيحصل ترانسفيرس كولون يحصل فيه هول بيحصل الترانسفيرس كولون المازنتي بتاعته تبقى ضعيفه شويه فيبتدي يتخرب في نصه كده تحس ان تخش جواه تعمل ابستراكشن. يعني انا بشرح لكم بس كده يعني معلومه تبقى انتوا عارفينها. تمام حلها ساعتها بنعمل ريدكشن للهرن الكونتنت. تمام ونشوف بقى التست اللي جوه لو كويسه بنسيبها لو مش كويسه نعمل ريسكشن استموز. انا شفتها في حياتي مره او مرتين مش كتير برضو. تمام طب لو في ستريكشر بقى تمام لو في تي بي او كرونز هو اللي عامل ستريكشر هو اللي عامل المشكله دي ساعتها بنعمل حاجه اسمها ستريكشر بلاستيك بنشيل الستريكشر ده خالص ونوصل التستين تاني ببعضيها. تمام طيب لو جوه لو في حاجه بقى في اليومن زي جولستون ايليا اللي شايفينها دي شايفين المنظر بس استنى شايفها قد ايه شايفين حجمها عامل ازاي الصوره اللي على الشمال خالص واللي بعديها ديت وانا بفتح على الجولستون الانتست ودي بعد ما شلتها. تمام في بعض العيال الصغيره او في بعض الناس اللي منتال ضرب بياكل شعر يعمل حاجه اسمها تراكيو بزوار يعني ايه في عيال صغيره كده او بعض الناس منتال ضرب بيفضل ياكل شعر شعر بس جاله شعر الشعر نفسه يقطع شعره وياكله لغايه ما يعمل كوره جوه بطنه والكوره دي تخش الانتستين تقفلها. تمام شايفين المنظر يمين وشمال عامل ازاي ساعتها جاي عم بيجي لك بتيبكال ستراكشر تفتحه وتلاقي جواه شعر تلاقي جواه جولستون ايليا زي دوت. في بعض الناس بتبقى عندها نوع انواع الورمز الاسكاليس والكلام من ده بتبقى بحجمها كبير قوي كتير قوي تقفل الانتصال اليوم. اوكي في حد عنده اي سؤال عشان تبقى نشرح بقى واحده واحده كده؟ اي سؤال بس
نعم. نسامعك يا دكتور صدق. احنا عندنا اي سؤال. دكتور في الستركشر بلس ده انا بعمل ريسكشن، بعمل ريسكشن للجزء اللي فيه ستركشر ده ولا بعمل ايه؟ ستركشر بلس ده وتن ده الجزء اللي فيه ستركشر ده بتقطعه تمام وتوصل الانتستين تاني ببعضيهم زي ما انا فاتح كده. شايف انا فاتح عامل ازاي؟ افتح على بتاع بالتشفير الستركشر اللي موجود ده وتقطعه تاني. اه تمام. أرد عنده أي سؤال؟ آه دكتور عندي سؤال. هو حكى إن هو الرينج بتاعت الجريتر مومنتوم دي أنا مش فاهم في هاي كده في حد قالها حكى قلت له صح. آه ماشي. الرينج بتاعت بلوك تقريبا حاجة زي كده مش فاكرها. كونفرنس يا دكتور بلوك فورمن يعني ليه؟ بلوك فورمن. اه بلوك فورمن فورنسرو. اه هي الفكره بس كلها ان بيبقى الانتستين محشوره تمام والفورمن دوت او الفتحه بتاعت ديت موجوده قافله عليها. بس احنا بنسميها بلغه الجراحه حاجه اسمها كونستريكشن رينج تمام، الخاتم اللي قافل على الانتستين ده. فاحنا لازم نقص الحته دي عشان تعمل ريليز للانتستين كونتنت الانتستين يعني اللي موجوده جوه المصنوعه جوه الرينج ده. اسمها يا دكتور رينج؟ ما احنا بنسميها رينج يا ابني اهو، اسمها كونستريكشن رينج. كونستريكشن رينج كونستريكشن. اوكي دكتور. عليك دكتور بيروح وبيجي على فكره بيقطع. دكتور بيروح بيجي. طب ثواني كده يا عند عنده مشكله في الصوت. هو انا بس السكرين مش باينه عندي، هي باينه عندكم ولا مشكله عندي؟ باينه. اه دكتور صحيح دلوقتي مسموع بس هو اوقات بيقطع يعني. طب بيقطع. طيب حاضر ثواني. طب اغير ال اغير حاضر ثانية اعطيك معايا. كده صوت احسن شوية. الاول احسن يا دكتور. في صدى يا دكتور. دكتور كده صوت وحش قوي. طب كده صوت احسن. كده الناس كلها سامعني كويس؟ اه كويس. اه يا دكتور تمام. طيب يبقى نشوف حاجه اسمها انت سسبشن. انتوا خدتوها قبل كده ولا بس اول مره تسمعوا عنها؟ في الباثولوجي يا دكتور بس. خدتوها في الباثولوجي بس. تمام. طب ايه فكره انت سسبشن ده عباره عن ايه؟ بالبلدي كده. هو عباره عن حاجه دخل جوه حاجه. التستن دخل جوه انتستن. زي الشراب كأنك شراب قلبته جوه نفسه تمام. فهو عباره عن انفاجينيشن اوف انستاينال سيجمنت هو بنسميه الانتسسبتوم تمام جوه داليوم الافاجينت 1 هو انتسسبيانس. يعني ايه؟ اليوم داخل في اليوم او اليوم داخل في كولون فده بنسميه انتسسبشن دخل في بعضيه. طب ده ايه مشكلته؟ ايه مشكله الانتسسبشن ده؟ يبتدي العين يخش في انتسال ابستراكشن دي واحد. ثاني حاجه بلاد سبلاي بتاع الجزء اللي داخل جوه ده هيبتدي يتاثر ولا انت ايه رايكم؟ فبتدي العام بتاعنا يخش في انتصال ابستراكشن ممكن يخش في استانجليشن. طب هل دي حاجه ايمرجنسي ولا حاجه اي كلام؟ لحاجه ايمرجنسي طبعا. وانت مشخ بس عندك انت سسبشن بودن الصوت راح. دكتور الصوت راح. طيب حاول تاني. كده سامعيني كويس؟
ثواني انا ثواني ثانيه واحده شو بس بريتيف انه يقفل من عندكم صح؟ هي ظاهر بتقول السويد لسه. اه دكتور واضح. طيب الصوت واضح كده ولا في مشكلة برضو؟ اه كويس. حد عنده مشكلة في صوت يقول لي. ناس كلها سمعني يا جماعة؟ اه تمام تمام. طب انت السيشن ده عباره عن ايه؟ ده هنقول الفاجينيشن اوبن سنت سيجمنت بس بيخش جوه انتست كانك شراب مقلوب جوه نفسه شراب جديد اللي جوه نفسه كده بيعمل حاجه بقى انتسسبشن. ده عباره عن سنت سيجمنت دخل في اليوم بتاع جيسنت 1 دخل في اللي جنبه تمام عامل حاجه اسمها انت ايه هو ايه سابه عندنا برايمري انتست بالغوص بتبقى يعمل سويلنج في البير باتشز يا دكتور الصوت بيقطع برضو الصوت بيقطع برضو ده السلايد راحت كمان تمام معلش ثواني دي علينا برضو يا دكتور ايه ده كويس عندك ده واضح عندك يا جماعه اه واضح يا دكتور سلايد واضح ايضا تمام الليتيولوجي بتاع الانتسسبشن عندنا عندنا برايمري وعندنا سيكندري تمام برايمري دوت يعني الانتست نفسها ما فيهاش مشكله ما فيش حاجه جوه اليومن او حاجه دخلتها في بعضيها لا هي نفسها بتخش في نفسها لوحديها طب ليه بيحصل كده بيحصل في الاطفال الصغيرين ساعه الويننج بتاعهم بيجيله ريبيت جاسترنترايتس بيبتدي حاجه اسمها بير باتشز يحصل سويلنج دي عباره عن اجريجيشن في الليمفويد تيشو في السمول انتستين مينلي عند التيرمينال اليوم خلاص يبتدي الانتستين نفسها حجمها يبقى ضخم وتكبر وتبقى تقيله بتخش جوه بعضيها تمام بنشوفها في الاطفال الصغيره اللي في مرحله الويننج بعد فتره بعد يبتدي ياكل اكل عادي يبتدي يخش في جاسترونترايتس كذا اتاك يبتدي يحصل له انتسسبشن تمام مشكله الانتسسبشن ديت ان هي حاجه ايميجن زي ما قلت لكم ينفعش انت تنام عليها يجي لك طفل عندك بيقول لك يا استاذ عمال الولد ده بيرجع وبطنه بتوجعه ما عملش سطول بقاله فتره تعمل له بي ار ومامته تقول لك ده بيعدي سطول عامل زي الجيلي كده او بيعدي بلد فتتوقع ده انت سسبشن خلاص ده البرايمري اما بالنسبه للسكندري بقى يكون في حاجه هي عملت تقل في الانتستين دخلتها جوه بعضيها زي جود بوليب او عكس ما سب ميكوز الليبوما في الانتستين عملت تقل في الانتستين فدخلتها جوه بعضيها او بريفرس كارسينوما تكون بريفرس كارسينوما تكون بابيلا او بوليب في الانتستين او في الكولون هي اللي دخلت الكولون في بعضيه تمام او ميكلز فيرتيكولو الميكلز نفسها عملت تقل في الانتستين دخلت الانتستين جوه بعضيها تمام في حد مش فاهم في حد مش فاهم؟ تمام يا دكتور تمام طيب انت السبشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن انترنج لاير اللي هو الجزء البروكسيمال اللي داخل جوه الديستال تمام وريكيرنج لاير اللي هي اول صوره احنا عملناها خالص ارجعها لكم اللي هي دي الانترنج لاير الجزء اللي داخل جوه والريكيرنج لاير الجزء اللي راجع بره بكيت اوتر ستريتش بتاع الانتستين بتاعتنا فوقيها يبقى انترنج وريتيرنج واوتر ستريتش
طيب بلس بلاي بتاع انر لير دوت هو الليبل اللي يحصل امبيرد في النيك في انتسش الجزء اللي داخل اللي جوه دوت اللي هو الجزء بروكسيمال ده كده بلس بلاي اللي وصل له يبقى فيه مشكله تمام. طب ايه التايبس بتاعت الانتسسبشن اللي احنا نعرفها؟ ممكن يكون ايليو ايليال، شايفين الصوره ايليام داخل جوه ايليام، شايفين الصوره اللي تحت على اليمين تمام. ممكن يكون ايليو كوليك، الصوره اللي تحت على الشمال الايليام داخل جوه ايليو سيكر، الايليام داخل جوه السيكر، او حاجه اسمها ايليو ايليو كوليك. يعني ايه ايليو ايليو كوليك؟ تمام، الايليام داخل جوه الايليو سيكر فالف والاثنين خدوا بعضهم ودخل جوه الاسندنج كول، حاجه اسمها ايليو ايليو كوليك. طبعا دي حاجه دمها تقيل شويه لان طبعا العين ممكن تحتاج وقت هيميكوليكتومي لان العين دول دايما بريزنت متاخر شويه، يقول لك اصل انا عندي وجع بقى لي فتره في الجنب اليمين والوجع ما بيروحش، دايما بيجي لي استنجليتد ومحتاج وقت هيميكوليكتومي. طب ممكن يكون كله كوليك، يكون داخل جوه كولون او بالطو بالبعد ما نشوفهاش كتير، برضو يكون ايليو كوليك والناحيه الثانيه يكون داخل في كولون بس دي ما نشوفهاش كتير قوي يعني. او ريتروجريد جاي بالعكس، الكولون دخل يعني يكون السيجمويد يخش في الاسند في الديسندنج كولون، او الاسندنج يخش في السيكا تمام، او الاليام يرجع لورا بالعكس، دي ما بنشوفهاش كتير برضو. دكتور هي مش مور كومن تحصل في سمول انتستين اكتر؟ اه بس ساعات بنشوفها في الايليا كله يعني. هو ده اول حاجه انا كتبت لك ايدي ايليا سمول انتستين، دي اول واحده. بس هي في كذا حاجه شفناها، شفنا ايدي كل ده شفتها مرتين تمام، وكل جول برضه شفتها مره قبل كده. كان انا عنده تيومر كبير قوي في السمول انتستين تمام، من كتر تقله نزل لتحت، نزل كان في الاسن كور نزل تحت جوه السيجمويد وعمل ابستراكشن الكور نفسه، البولي نفسها كبير قوي تمام. دكتور بس ممكن مثلا الانترنج لاير دي والريتيرنج لاير دي او الثاني اللي هو الانترنج لاير والريتيرنج لاير دي او تشيس الشيمو. طيب بص شايف الصوره قدامك؟ شايف الصوره قدامك؟ اه طيب. لا بس شايف الصوره احنا عندنا ايه؟ انا مش شايف الصوره دي. قدامك شايفها؟ اه تمام. دلوقتي احنا عندنا الجزء اللي هو الانترستيشيوم اللي هو اللي هو في النص دوت، عباره عن ايه؟ عباره عن ايليوم تمام داخل جوه كولون. نفترض اللي فوق ده اللي بره ده كولون، خلاص الوقت انترستيشيوم اللي فوق خالص ده كولون عين. اه فده حاجه اسمها انترنج لير. انترنج لير دي اللي هو الايليوم خلاص، والريتيرنج لير ده اللي هو ايه؟ الكولون. يعني هم دخلوا جوه بعض، يعني تخيل كده انت معاك انبوبتين دخلوا جوه بعض او شرابين دخلوا، يعني شراب دخلته في نفسه، فبقى في انترنج لير حاجه داخله وحاجه خارجه خرجت عليه بقى. يعني هو لما دخل جواه هو التين راح مغطيه وغطى عليه تمام. ايوه فبقى في ما بينهم نيك اللي هو النيك او الرقبه بتاعه المنطقه حاجه من انترسبشن تمام. فهمت الفكره؟ هي أيوة. المشكله في اللي دخل جوه ده البلس سبلاي بتاعه ابتدى يتاثر ليه؟ لان هو ابتدى يتخنق جوه النيك بتاعه الانترسبشن دوت. تمام ماشي. طيب بيجينا بايه انت اللي فانتاي انت سسبشن دوت؟ يبقى غالبا عيل من 6 ل 24 مصر ولد في الوقت الويننج بتاعه كده تمام، جالك دايما الام وتقول لك ده عنده ريبيت جاسترونترايتس بقاله فتره، كل شويه يجي له جاسترونترايتس، دلوقتي عنده ابدومينال بين، الولد عنده بيعدي سطول لون احمر تمام. ايه السيمبتومز اللي بيجن بيها؟ مين البين؟ يقول لك الولد جاي عمال يعيط تمام، ما بيسكتش خالص وعمال يسحب رجليه ويصرخ، يسحب رجليه جوه ناحيه بطنه عشان يقلل الاستنشن اللي عنده شويه او يقلل التنشن على بطنه، يبتدي الوجع عنده يروح شويه. ثاني حاجه جينا فوميتنج، جينا ريبيتد بروجكتايل فوميتنج، عمال يعدي فوميت بروجكتايل. يعني بروجكتايل يعني ايه بروجكتايل فوميتنج؟ ما بيجيش قبله نوزيا ولا حاجه بالظبط كده، فجأة كده مرة واحدة يروح مرجع بيبقى فورورد يا دكتور وبريشر عالي، بريشر عالي جدا. برافو عليكم. خلاص وجينا الكونستيبيشن، ده يقول لك ده بقى له فترة ما بيعديش ستول تمام، ومعد عدى شوية بلود ومعاه ميوكس، حاجة اسمها ريد كارنت جيري ستول. ريد كارنت جيري ستول ده ليه بقى؟
انا قلت لكم قبل كده دي ريكرنت جيرسبو نيكروزس. نيكروزس ده برافو عليك, بيحصل نيكروز وسلافنج للميوكوزا مع وقود ميوكس بيعمل حاجه اسمها ريكرنت جيرسبول. تمام, بيجي الواد ده هايدريتد تمام, سانكن ايز الفونتانيز بتاعته لو سنه صغير بتبقى الهيدريشن بتاعه بيحصل سانك الفونتانيل. الفونتانيل بتحط ايدك على الفونتانيل بتاعه تلاقيها فاضيه تمام, دراي تانج وان الاستيك سكين تلاقي الولد كده ناشف. اوكي, اللوكال انسبكشن بتاعته هتلاقي بطنه ريجيد, شكلها ريجيد, ستنشر الابدومن حاجه اسمها ستيب بلادر ابييرنس عشان انت السسبشن اللي موجود ده وتعمل ابستراكشن. اوكي, وممكن تشوف فيزوال بريستاسيس لو الولد رفيع شويه. طب البيش هتحس ايه؟ هتحس فيه جاردنج. يعني ايه جاردنج؟ voluntary contraction of abdominal muscles. برافو عليك. وتندنس يعني ايه تندنس؟ يعني تندنس؟ pain on palpation. pain was palpation. كويس جدا. وريباوند تندنس؟ يحصل pain بعد البالبيشن بعد ما اشيل ايدي. انت بترفع ايدك مره واحده يحصل ايه؟ pain. السلبين. كويس جدا. طيب ممكن تحس حاجه اسمها سوسيس شيب ماس. يعني ايه سوسيس شيب ماس؟ حاجه كده زي السوسيس اللي هو الانتسسبشن ده, تحس تحت ايدك حاجه مكلكعه عامله زي السوسيس كده تمام, ودايما تبقى كونكيف تورد الامبلكس. يعني ايه كونكيف تورد الامبلكس؟ يعني كانها بترمي كده في الامبلايكس. بالظبط كده. وفكرة السبشن هو كده ان الانتسن داخل جوه بعضيه ويتحركوا الاثنين من مكانهم. يعني انت الاليم داخل جوه السيكل ويتحركوا من مكانهم خلاص, ابتدوا يتشدوا ناحيه ايه؟ ناحيه الامبلايكس شويه. لما تحس ان في زي اوزر سيب تحت ايديك ناحيه الامبلايكس شويه, تيجي تحس لو ايدك فوق هتحسها ايه؟ تحسها مكانها فاضي. ليه؟ لان هما الاثنين خلاص دخلوا جوه بعضيهم, فكده حجم الانتستين او الانتستين اللي موجوده حجمها صغر شويه لان في جزء داخل جوه جزء, فتحركوا اللي فوق شويه تشدوا بالميزن بتاعهم تشدوا لفوق شويه ناحيه الامبليكس, نفس الوقت رايت ايلك فوست بتاعتك بقت فاضيه. حاجه اسمها سيمي دودانس اللي هو رايت ايلك فوست تبقى انت ايه؟ عشان الموبيليتي, عشان الموبيليتي بتاعهم. بالظبط كده, لما دخلوا جوه بعض يبتدي الميزن بتاعهم قصير صح؟ الميزن بيشد نايم من ناحيه ايه؟ ناحيه الابدومن الرومي تحت. عشان سيكا موبايل ف بالظبط كده بيتحرك. دكتور مش الساينز دي هتختلف من تايب لتايب صح؟ طبعا, بس هي الساينز ده بيتكلم عن انفانتايل غالبا. تمام ماشي. طيب بالكاش ما هتسمع حاجه اسمها تمبانيتك ابدومن تمام. اسكالتيشن بقى هتسمع ايه؟ تسمع حاجه اسمها ميد ابدومن. يعني ايه ميد؟ يعني ميد اللي هو الاكزاجريتد ابدومينال ساوند مجنون يعني صح؟ مجنون بالظبط كده. ابدومينال ساوند هتلاقيها اكزاجريتد بعنف بعنف. انا سمعتها مره فعلا, لا مجنونه فعلا. الصوت ما بيقفش فعلا, ما بيقفش. انت مثلا الساين ساوند الطبيعيه تسمع صوت بعد كده بيهدى شويه بعد كده صوت تاني, لكن دي لا ما بتقفش, دي ورا بعض على طول تمام. طيب خلينا بيقرر العين دوت. اول حاجه الفلتر تحط صباعك هتلاقي السباك ده بيبقى سيد بلاد وميوكس تمام. ممكن تحس الايبكس او انتسسبشن ده تحسه لو الانتسسبشن دوت قريب, لا ممكن تحسه بصباعك. اوكي, فيري ريلي فيري ريلي ينزل تحت من الانس, ما بنشوفهاش كتير بصراحه تمام. انا شفتها مره واحده ولا حاجه برضو كابتوره, ما شفتهاش انا بعيني. طيب ايه الديفيشال دياجنوز بتاعك؟ دايما الطفل ده بيجي لبتوع الاطفال, مش بيجي لك بتوع جراحه, بتوع جراحة الأطفال تمام. ممكن يكون حاجة اسمها انتيركولايتس خلاص, يجي له حاجة اسمها انتيركولايتس الجاستروانتيرايتس عنيفة شوية, يبتدي العيان يعدي ستول فيه بلد. بعض الأطفال تبقى حاجة اسمها نوع انواع البيبرا, حاجة اسمها هينخشولاين بيبرا, نوع بلد ديزيز, بيجي العيان بريزنت دايما ببلد في الميوك ببلد وميوكس في الستول. ممكن تكون بوليب اللي عاملة القصة دي, عاملة بليدنج وعاملة بيدنج بريكتم اللي موجود دوت. ممكن يكون حاجه اسمها ريكتال برولابس, يكون الريكتم بتاعه برولابس نزل لتحت, هو العمل هو العمل هو العمل بلط في الستول دوت.
طيب في بكتب او لابس لما تيجي تعمل له بي ار صباك مش هيعدي اصلا. لما تيجي لنا الريكتم دوت قلب لتحت نزل من الانا كانال يجي تعدي صباك ما بيعديش. طيب ايه الانفستيجيشن هنعملها للعيان دوت؟ قدام اكس راي هتلاقي فيها ايه؟ انت ملتيبل فلويد ليفل وهتلاقي ستين سبول انستاد لوبس. طب الالترا ساوند قلت لكم ممكن نشوف الانترسبشن لو حد شاطر تمام. وبنعمل باليوم انيما بيبان حاجه اسمها كلوز لاين. كلوز لاين يعني كلو كلو يعني مخالب بيبقى عامل زي المخلب كده. انت سسبشن بيبان عامل زي المخلب. ان شاء الله هجيب لكم صوره ليها. معلش انا بس كنت قعدت ادور عليها ما لقيتهاش. هشوف عندي كده دور اجيبها ابعتها لكم ان شاء الله. يعني هبقى ازودها على المحاضره وابعتها لكم كل صار ديت. طيب هنعالجه ازاي بقى؟ اهم حاجه بدي اورت بريشن بتاعك تدي اي في فلويدز انتيبيوتكس نيز جاستك ساكشن وكاستريزيشن. لازم الطفل دوت او الموجود الراجل الكبير دوت او الشاب او ايا كان اللي عنده انت سسبشن دوت سبب ساكشن عادي لازم يسسيت كويس ندي انتيبيوتكس نحط ترايل تمام ونحط كاستر. بعد كده ممكن نقل الاطفال بالذات في الايرلي نون كومبليكيتد كيس نعمل حاجه اسمها هيدروستاتيك ريدكشن. يعني ايه هيدروستاتيك ريدكشن؟ اهو بالمنظر ده كده بنعمل بانيوم انيما اندر بريشر اكتر من 120 ملم ووتر تمام. الفكره دي الانيما دي ان انت بترجع انت السسبشن تاني مكانه بتنفخ الباق تمام بالباريوم بتزق انت السسبشن بترجع الانتستين تاني مكانها. اوكي طب هتعرف ازاي ان هي الانتسسبشن ده راح؟ تلاقي التمر الاليوم ابتدى يبان تاني. التمر الاليوم اللي كان فيه مشكله عمل انتسسبشن لا اتفرد واتملى صبغه. اوكي يبقى تاني هادو ساكت ريدكشن دوت بتستخدم باريوم انيما اندر بريشر اكتر 120 ملي اكتر 120 سنتي ووتر خلاص بتدخل اندر بريشر عشان تفك الانتسسبشن الموجود دوت. اوكي طيب ما ينفعش هتخش وتفتح العيان تعمل حاجه اسمها سيرجيكال ريدكشن. يبتدي العيان تعمل سامعيني؟ اه دكتور سامعيني. اه يا دكتور تمام. يبتدي تعمل حاجه اسمها سيرجيكال ريدكشن نفتح العيان وبتدي بقى ريدكت الانتستين داخل جوه بعضيها دي تمام ريديوس من بعضيها فكها من بعضيها. هو دايما المشكله الحته دي لازم سكويز. يعني ايه سكويز؟ شوف الحته اللي داخله فين وتدوس عليها وترجعها من بعض. ما تشدش انتستين من بعضيها لو شدتهم هتقطعوا منك. لازم تشوف الراس اللي هي بتاعت الانتسسبشن فين راس الانتسسبشن موجوده فين وتدوسها واحده واحده كده لغايه ما يفكوا من بعضيهم. اوكي طيب لو ريديوس بعد ريديوس بقى جنجنس خلاص كده بقى هنضطر نشيل الانتستين ونعمل انستموزس او نشوف ايه اللي موجود تمام. طيب لو كذا مره جاله انتسسبشن جاله ريكارنس كل شويه يجيله. بعض الناس بيروحوا واخدين غرز ما بين التيم الاليوم والسيكب. يعني ايه؟ بيمسك كتير التيم الاليوم والسيكب يخيطهم في بعضيهم بحيث ده ما يتحركش جوه ده خلاص هم بقى لازقين في بعض جنب بدل ما هم كانوا ورا بعض لا بقى لازقين في بعض فما حدش فيهم يعرف يخش جوه التاني. دكتور والتريتمنت ده بغض النظر عن تايب الانتسسبشن ولا على تايب معين؟ لا اللي ده لا هو بص هاي السايكل داكشن ده بيستخدم في الكومبليكيتد كيسز في الاطفال الصغيره بالذات اللي هو تاني واحد زي الاطفال دايما الاطفال بنشوفهم بيعملوها ينفع في الاطفال لكن في الكبار بنفتحهم بصراحه نفتحهم على طول. دكتور انا ليه ما عملش ستيتشنج من الاول؟ نعمل ايه؟ ليه ما عملش ستيتشنج في التيرمينال اليوم من للسيكم من الاول؟ عشان غالبيه الاطفال دي بتجيلهم بتعمل لهم حاجه اسمها هاي السايكل داكشن بتدخلهم من الاول بترجعهم بالباريوم. انا قصدي لو واحد عامل له سيرجري اصلا لو جيت تعمل سيرجري بعملها احنا بنعملها اه يعني بعملها كده كده حتى مش لازم ريكارنس يعني اه بالظبط هو ريكارنس زي ما بقول لك تيجي لو سكندري اتفضل كمان لو جايب سكندري المفروض ان انا اعالج الكوز اصلا يعني لو بوليب او حاجه اشيلها له عشان هي تتكرر برده كده تاني بالظبط كده بالظبط كده تمام. لو سواء كوز سواء كان بقى بوليب او موجود تيومر او ايا كان او سمي كوزا لابوه ده كل ده بتشال ماشي تمام. انا دكتور ما فهمتش السكويز ميثود دي. طيب
بص هي بس اشرحها لك يعني بسهوله كده. هو ايه داخل جوه ايه؟ الاتريم الاليوم داخل جوه الكولون، تمام؟ لو انت حاولت تشد الاتريم الاليوم بايدك شدته جامد قوي هيحصل ايه؟ هيتقطع. ولا انت ايه رايك؟ اه دكتور ممكن يتقطع. ممكن يتقطع. يبقى انت تعمل ايه؟ تروح ماسك الجزء بتاع الكولون اللي هو موجود انت حاسه اللي هو الهيد اللي انت حاسسها، وتحس ان تستن جوه الكولون المحسوسه دي تعصرها ترجعها عكس، ترجعها بالعكس، تعمل حاجه اسمها سكويزنج، لكن ما تشدش. تمام؟ يعني بدل ما اشد من ناحيه السمول انتستين بدخل، يعني بحاول ادخل السمول انتستين من الكولون، يعني احاول ارجع ترجعها بالظبط كده ترجعها. ميزه الترجيع دوت ان انت ما بتشدش على السمول باول فما بتقطعش منك. تمام. ده في حاله بقى اللي هي لو هي اليو كوليك. اليو كوليك او اليو ايليا حد. اوكي. دكتور وانا انت اعتبر انترسبشن يبقى نون كومبليكيتد او انت انترسبشن يبقى نون كومبليكيتد اصلا، يعني ان شاء الله المفروض ده ايمرجنسي نون كومبليكيتد لو العام ده جاي فايتالي اموره كويسه فايتال ستيبل، تمام؟ تعبان بقاله مثلا بقاله من النهارده الصبح او بقالوش كتير قوي تعبان، اوكي، ولما عملت له ريدكشن بالهيدروستاتيك ريدكشن العين اتحسن. لكن لا لو عين فيه مشكله وبرضه لسه بيرجع والواد اصلا جاي شوك دومني، لا ده مش هتنفع، ده خلاص ده كومبليكيتد انترسبشن. او راجل كبير مثلا جاي بايت ان ستيبل وبطن سيرجيكال، لا ده مش ده هيكون بالكيت اكيد. تمام طيب. ممكن بس دقيقتين اشرب ميه وهنكمل عشان لسه المحاضره طويله. دقيقتين بالظبط. دكتور علي معلش علي الدكتور ما سمعتش، بس الدكتور قال ان الكرنت جيلي ستول ده من الكومبليكيتد ولا لا؟ الان كومبليكيتد لو فايتال ستيبل ولسه قريبه، ما الدكتور ما قالش في الكرايتيريا بتاعت ان هي ليها علاقه بالكرنت. وريت الكلام ده يعني بريزنتنج سيمتوم اكيد كل الناس يعني. اصله بيقول ان في نيكروزس طبعا لو في ريد كارنت جيل ستول، في الحاله دي هيبقى ده كومبليكيتد على طول فمضطر يتفتح. لا هو مش نيكروزس، هو عشان الميكوزا دي اول حاجه بتتاثر، دي اكتر لير فبتحصل شيلدنج مع الميكوزا مع الميوكس اللي في الانتستين، فهو اللي بيعمل ريد كارنت جيل. مين كان بيسأل عليه كارنت جيل ستول؟ بقول لي هي لو في ريد كارنت جيل ستول هيبقى ده كومبليكيتد كيس ولا لا؟ لا في البداية خالص، في البداية خالص ماشي، بيبقى العين اصلا البلاد سبلاي بتاع الجزء اللي هو داخل جوه بعضيه دوت يبتدي يتأثر، بيحصل سلافنج للميكوزا بتاعته فبيجي لنا بريد كارنت جيل ستول. ده مش ساين اللي هو دوت ليد، هو دايما الليد بيبقى بريزنت بالنسبه لنا سيرجيكال، بطنه مش حلوه عن شوك دفايت اللي مش كويس، لا ده هو كده كومبل كده. معايا؟ الناس كلها معايا؟ تمام يا دكتور. تمام. نتكلم بعد كده حاجه اسمها فولفلس، يعني ايه فولفلس؟ يعني ايه فولف؟ اساسا. حد يرد عليا. لوب يعني ولا تستم بتلف على نفسها؟ تستم بتلف على عوين نفسها، بتعمل اوبستراكشن لليومن بتاعها وبستراكشن بلاد فيسز اللي وصل لها ايه اللي وصل للانتستين ديت. خلاص يبقى الفولف يبقى دوت عباره عن تويستنج اوف دروب اوف ذا باول اراوند اكسس اوف اتس ميزنتري ويت اتس فاسكولار بيديكل كوزنج اوبستراكشن اوف ذا فيسز واليومن، الاثنين بيتقفلوا. تمام. طب ايه انواع الفولف اللي نعرفهم؟ يا اما فولف سنيتورو يا اما فولف سون انتست. طيب ناخد واحده كده. خلاص فولفس ناتورم ده عباره عن ايه؟ ده بيجي في الاطفال الصغيره بيحصل فيليا في سكند ستيج اوف انسان روتيشن. انتوا خدتوا اناتومي طبعا صح؟
خدتها في الانتوم ولا ما خدتهاش؟ خدناها في البيولوجي. ايه؟ البيولوجي. خلاص اللي بيحصل المفروض الانتستين بتلف تلف حوالين نفسها تاني. خلاص بيحصل فيلير بقى، تبقى تحصل ايه؟ تلف حوالين نفسها وتقف. اوكي؟ بيبقى first few days of life بيبقى bile stain vomiting. اول الولد ما بيتولد يبتدي الولد ده بيرجع، الولد ده بيعديش سطول، الولد ده بطنه ستندد، محتاج ايه؟ ايرجنت لابوراتوري والروتيشن از دان. خلاص تلف الانتستين دي كويس وتعمل حاجه اسمها جيجنوبيكس، بتثبت الجيجنوم دوت في البوستيريور ابدومينال وول. هوريكم صوره بس وهنرجع تاني. سوري خلاص تاني معلش انا اسف. تاني فيروس نوتورم ده فيلير اوف سكند ستيج اوف انتستين روتيشن. خلاص بيبقى بيزنت اول ايام، تلاقي اول يوم كده الولد بيرجع هي bile stain vomiting وعنده abdominal distension. خلاص بص الصوره المنظر عامل ازاي، انا شفتها مرتين في حياتي. ولد فعلا داخل جاي بيبلغونا بيه، ولد دوت مساته متولد عمال يرجع، خلاص ما عنديش طوله فيتس مرفوع جدا. رحت للمنظر اللي قدامك دوت. خلاص لو حظه كويس هتلحقه بدري، لو حظه مش كويس غالبا الاطفال دي ما بتعديش، محتاجين حد يكون بتاع اطفال شاطر يفكر في هذا الكلام، او حد بتاع سونار من الاول بتاع نسا بالذات يكون عامل حاجه اسمها 3 دي او ولات يبقى فيه 4 دي الترا ساوند في الحمل، يقول لك ده العيان دوت عنده فيرفس نوتورم باين الانتستين بتاعته لفه حوالين نفسها في الانتراتراين. يبقى انت عارف في بعض الناس انا شفتها مره في المستشفى عمل عمليه للولد بعد ما امه وبعد ما طلب مثلا بنص ساعه، الولد دخل عمل على طول العمليه. خلاص ده طبعا الشمال دي كومبليكيتد صح؟ اه طبعا تمام. طيب كويس. طب لو فولفس بقى سمول انتستين عباره عن ايه؟ بتحصل ادجنس في الانتيوزنتريك بوردر. تمام الانتستين الانتيوزنتريك بوردر بتاعها تلزق في بعضها فتلف حوالين نفسها. طب احنا بنعالجها ازاي؟ نعمل ان تويست لللوب اللي هو لف حوالين نفسه دوت، ونعمل الادجنس ديت نقطعها. طب الانتستين دوت بالجانجنس سيتنامس سكشن استموس. هي بس فكره كلها احنا عايزين نعرفها لكم، ده جزء من البيان من ستاند ابستراكشن. الانتستين تلف حوالين نفسها تعمل حاجه اسمها فولفس. تمام اقول لك التفاف الامعاء حوالين نفسها بتاثر على بلاد سبلاي واليومين بيتقفلوا اثنين. خلاص لحقته في الاول تعمل ريدكشن، بتعمل ريدكشن مش ريدكشن هتقصح تقطع على الاديجنز اللي موجوده ديت. خلاص وانتستين بتبقى فايبل كويسه. طب لو انت اتاخرت عليه شويه خلاص البلاد سبلاي بتاعها بقى وحش فالانتستين ماتت او بقى جانجنس، بس عايز تعمل سكشن استموس. تمام دكتور انا مش فاهم الفولفلس اوف سمول انتستين. طيب بصي ده جزء بنشوف ما بنشوفوش احنا كتير. تمام بيبقى ادهيجنز انتستين ساعات عند بعض الناس زي بعد العمليات تروح لازقه في بعضيها انت مزنتيك بوردر. مزنتيك بوردر دوت اللي هو جزء اللي احنا شايفاه اللون قدامك دوت اللي هو لونه احمر. تمام يبتدي يلزق في بعضه ويلف حوالين نفسه فيأثر على بلاد سبلاي ويأثر على اليوم بتاع الانتستين. ما بنشوفهاش كتير بس شفتها مره او مرتين. افتح العين فوق بتستد وبتشوف ايه ده، تفتح العين تشوف ايه الاوبستراكشن اللي عنده دوت، ده الانتستين لف حوالين نفسه. لو انت فتحته ايرلي خلاص مجرد هتفوق الاديشن زي هتبقى انتستين كويسه وبلاد سبلاي كويس. لو فتحته ليت هتضطر تشيل انتستين اللي ميته دي. تمام تمام. احنا اول حاله كنا شفناها كانت ايه؟ في الكيس خالص حد فاكرها؟ لا كانت حاجه ميكانيكال او كان عنده انستانكشن بس بيباس فليتس كل شويه. كان عنده دايناميك كل فتره. خلاص ركز بقى في الجزء الجاي ده عشان هو ده ايه؟ هو ده حل الانستانكشن. خلاص طيب احنا بنشوفه كتير السيجمويد فولفز ده بنشوفه او الفولفز بريفيت كور. خلاص ايه اللي بيخلي السيجمويد بالذات لو انتوا حد فيكم يعني شاف اناتوم قبل كده او فتح دخل عمليات او كده، هتلاقي السيجمويد دايما هو متحرك. يعني سن الكولن سايب في ابدومينال وول والسيجمويد متحرر شويه بيتلف براحته وبعد كده ينزل عليك من تحت. خلاص طيب في ناس سنها كبير بيفضل دايما عنده كونستبيشن دايما بيحزق.
خلاص دوت بيخلي السيجمون بتاعه دايما يستند وممكن نقدر الله يلف حوالي نفسه يعمل حاجه اسمها فيروس. ايه بريز بوزن فاكتور اللي ممكن اللي احنا بنشوفها في العينين دول؟ تمام، بنشوفهم في الالكترونيكلي كونستيبيتنج ميلز اللي السيجمون بتاعنا بيبقى لونج. تمام، يبقى نارو بيز سيجمويد ميزوكولوم، الميزوكولوم بتاعه بيبقى البيز بتاعته بتبقى نارو. تمام، ودايما مليان ستول. تمام، دايما مليان ستول تقيل يجي يروح اللفف حوالي نفسه بسهوله، الانتستين لو فاضيه مش هتلف حوالي نفسها، لكن لو هو مليان ستول عن كونستيبيتنج بقاله حبه حلوين والسيجمويد ده مليان ستول ممكن يلف بسهوله. تمام، طب ايه تاني؟ ممكن يكون في اديجنز عند السيجمويد بتخلي قصه اللف دي تبقى اسهل شويه، ونعمل عمليات قبل كده، عمل سيكشن لحته، عمل حاجه مثلا في البلفيس بتاعته يعمل اديجنز تخلي لفه السيجمويد سهله. طيب لما يلف السيجمويد يحصل ايه؟ تمام، بيلف يعمل اوكلوجن للفينز، يعمل كونجيشن، بعد كده يحصل اوكلوجن في الارتريز، يحصل جانجرين وبرفريشن، يبقى تاني من الاول. هو الريتوجن بيبقى انتي كلوكوايز عكس عقارب الساعه، يحصل اول دايما ده لما بيحصل الاوكلوجن بيحصل الاول بينز الاول تتقفل. تمام، يحصل كونجيشن، بعد كده الارتريز تقفل تبتدي يحصل جانجرين، جانجرين يحصل عندها سلافنج وبرفريشن. اوكي، طب بيجي لنا بايه؟ دايما راجل ميل او في ميل، بس في غالبهم بيبقى ميل اكتر من 50 سنه وعنده لونج هيستوري اوف كونستيبيشن. شايفين السيجمويد شكله عامل ازاي؟ شايفين الصوره؟ اه دكتور ناس معايا ولا سامعين ولا سامعين؟ اه سامعين. سامعين. القصه المشهوره بقى بيقول لك انا دخلت الحمام عامل تواليت مره واحده حزقت حسيت بوجع رهيب. تمام، وجيت لك على طول. دايما تفكر في ايه؟ فيروس. يعني دخل حزق في الحمام صوت عمال يصوت خلاص، دايما تفكر ده غالبا فولفرس. يبقى بين بقى صادن سفير كوليكي بين الفومت بيجي ليت شويه بعد يومين او ثلاثه. تمام، وغالبا يعني عم بيجي دايما بالبين خلاص، كونستيبيشن ابسيو كونستيبيشن بيعديش حاجه خالص، والديستنشن دايما بيبقى من ليفت سايد عشان ليفت سايد هو اللي مليان. تمام، ناحيه الامبلايكس شايفين كل المنظر عامل ازاي؟ فيجا صوره احنا مصورينها بجد، دي كانت في دمرداش، ده ينفع في دمرداش. طيب الساينز هنبص على العيان هتلاقي البطن ريجيد ديستندد، ممكن تكون في بيزو بريستاسيس من الاوبستراكشن اللي موجود. طب البالبيتيشن سوري البالبيشن بتاعه هتحس ايه؟ تحس في جاردنج، في تندرنس، في ريباوند تندرنس لو كومبليكيت، تحس بالون، تنس بالون اوف فيبرس كان بيه فلت، ممكن تحس تحتيه حاجه مليانه هواء خلاص. فاكرين الكيس اللي احنا قلناها في الاول كان محسوس ايه؟ كيس في الاول كان في مس في الليفت اليفوس، كان في مس سيجوي تاني. هايبر تمبانيك، ايوه من بيقول ايوه هايبر تمبانيك نوت. برافو عليك، برافو عليك شاطر. تمام، طيب البريكشن هتحس، هتحس تمبانيك ابدومن، والاسكريبتيشن هتحس تسمع ايه برضو؟ مايك ابدومن خلاص، هو الكيس اللي لفت حوالين نفسها. تمام دكتور، انا شايفه في الصور حاجه دايليتد مش لف. نعم، يعني الصور فين فيها اللفه بتاعت السيجمويد ده؟ بس دايليتد. ما بص المشكله بس السيجمويد بالذات بيبقى السيجمويد حجمه كبير قوي. تمام، الصور دايما يعني محدش عارف يصور الميزنتي بتاعه كويس، لو الصور اللي في الميزنتي هبقى اصورها له بس بيبقى لف حوالين نفسه. دكتور، هو الساينز دي احنا بنتكلم على سيجمويد بس ولا اي فولفلس حتى في سمول انتستين؟ سيجمويد، احنا بنتكلم سيجمويد، سيجمويد. طب انا عندي سؤال، هو النارو بيز ده اللي هي ايه يا دكتور؟ مش فاهم النارو بيز دي اللي هي في الريسك فاكتورز اللي في الاول. يعني ايه نارو بيز؟ يعني انت الكولون بتاعك تمام؟ السيجمويد بتاعك كبير جدا وبيجتمع في الاخر الميزنتري صغير. يعني ايه؟
ميزرز بتاعك البيز بتاعته او الحته اللي هي ماسكه في الابدومينال وول تحت صغيره لان هو نفسه كبير فيبقى النارو بيز بتخلي ممكن يلف فالابيليتي ان هو يلف على بعضه يعني. برافو عليك دكتور. الفوليوم بتاع السيجمويد ده كله يعني حجم ده كله ايه بقى؟ فيسز واير بس؟ فيسز في بيزز وجازز. تمام دكتور. يعني احط ممكن احط الفولفز دي تحت المانا اللي هو كلوزد بول اوبستراكشن او كلوزد لوب اوبستراكشن ده؟ ممكن طبعا. برافو عليك. طيب ايه كومبليكيشن ممكن تحصل؟ ممكن يحصل ترانجليشن طبعا ويحصل بريفريشن بيرتونايتس وممكن يخش بينا بسيبتك شو. طبعا الدكتوره اللي كانت بتسال لو رايك الله لو فتحت عيان بريفريتد سيجمونت فيبلز بيبدا فينا عمليات يومين ريحه طبعا العمليات بتقلب تبقى الدنيا زي الزفت طبعا كل مليان ستول بقاله اصلا كونستيبيتنج بقاله مثلا اسبوعين ثلاثه وفي بكتيريا ترانسلوكيشن وحاجه يعني ما لم بيض ربنا. طيب ايه الانفيزيجيشن نعملها عند ماشي مكتوب بس الكومبليكيشن دي غلط مش ناسي. الانفيزيجيشن نعملها عند دوت بليكس ري ابدومن هتشوف الستند لوبس لوكس لايك اوميجا لوب تمام او حاجه اسمها كوفي بين ساين. شايفين التسن عامله ازاي؟ السجمويد عامل ازاي؟ طب الاوميجا سامعيني يا جماعة؟ دكتور وصف بيقطع تقريبا. سامعيني كده؟ مش عارفة. تمام بالإكس راي بتاعتنا هتبين حاجة اسمها لوكس أوميجا لوب ساين. شايفين منظر الإكس راي بتاعتنا عملنا باريم إنما هنشوف حاجة اسمها إس أوف سبيد ديفورمتي. إيه؟ إس أوف سبيد ديت ليها صورة عندي تمام لسه ليها دلوقتي من شوية هبحطها لكم على السلايد بورد وأبعتها لكم بإذن الله. ما تقول كده ليك في زميت حاجتين اف سبيد ديفورميتي وكلوساي الاثنين راديولوجيكال هجيبها لكم ان شاء الله باذن الله واحطها على المحاضره وابعثها لكم تمام. طيب لابوراتوري هنعمل ايه؟ هنعمل انيما سوري هنعمل سي بي سي هنلاقي فيه انيميا نعمل ليفر فانكشن تيست عشان ليفر بين الفيلير ونعمل الكترولايتس. طيب ايه اللي ممكن نعمله للعين ده والتريتمنت؟ ممكن نحط حاجه اسمها ريكتال تيوب عباره عن انبوبه تخينه بنعديها من السيجمويد سكوب نحط زي حاجه كده زي الانبوبه ونحطها في الريكتم تمام ونعدي منها الريكتال تيوب. ساعات بتعمل ان تويست للسيجمويد لوب لو عدت خلاص لو عدت الحمد لله هتلاقي العين جاب هواء كتير جدا بعد كده جاب ستول كتير جدا مره واحده. لو عدت العين بندخله للمستشفى ونعمل له بقى حاجه اسمها الكتف سيرجري نبتدي بقى نشوف السيجمويد كله ده هنعمل له جزء ريسكشن وانستموزس ونحضر العين نعمل له عمليه مش ينفع تسيبه انه خلاص ما دام لف مره هيلف تاني ينفع تسيبه ويروح كده. طيب السيرجيكال تريتمنت بتاعت القصه دي لو كونه فايبل وشورت لو الفايبل شورت نعمل فيكس البروسيد ابدومينال وول حاجه اسمها كولو بيكسي بنثبت السيجمويد بتاعنا بروسيد ابدومينال وول. طب الكولو لو فايبل ولونج خلاص ممكن نعمله هارتمان ايه نعمل هارتمان اوبريشن. طب اللونج لو الكولون ده جانجنس برضه نفس الكلام اعمل هارتمان اوبريشن فيكس الهارتمان بس انت بتسيب الكولون شويه يهدى خلاص زي ما قلنا لان ده عند دوت كونستيبيتنج بقاله فتره الكولون مليان فيسز خلاص ما ينفعش الساعات تعمل توصل لو وصلت في حته البلاس سبلاي الوحشه دي ليكج هيبقى عالي جدا فانت ساعتها بتروح مطلع تعمل له كولوستومي تعمل هارتمان يعني في الجزء اللي تحت وبعد كده توصله بعدين. حد عنده اي سؤال؟ دكتور ولي ريكتال تيوب دي تاني ليه في الاول هضطر اعمل برضو هارتمان ولا ممكن بعديها اخش على بطوله اعمل انستموزس؟ تمام لا لو عملت ريليف لو الكتف سيرجري ده هتفصل على طول تجهز بقى العين بتاعك تحضره كويس جدا تحضر له الكولون وجهز الدباسات بتاعتك وحاجتك وتوصله عادي خالص. لكن دوت السيرجيكال دوت ده ايمرجنسي لو دوت ايمرجنسي لو انت خلاص جانجنس هتطلعه لو حتى مش جانجنس ولقيت اللوب بتاعك لونج لا ساعتها هتضطر تعمل هارتمان برضه. دكتور مش الكيس دي اصلا كلها يعني حاجه ايمرجنسي؟ انا عارف انا واخد بالي بس انت ساعات بتروح بتدخل ريكتال تيوب بتلاقي الريكتال تيوب دي راحت مفضيه هواء والستول اللي موجود ده كله فيدي مره واحده
وخلاص انت كده عملت حاجه اسمها ان تويست للكولون كان لف حوالين نفسه. دخل بقى العيان المستشفى تحضره كويس قوي للعمليات، تحضر له القولون بتاعه وتفتحه وتعمل ريسكشن واستموزز للجزء الانتست اللي موجود دوت. طب انا عارف زي مثلا ان انا لما دخلت الريكتال تيوب دي اصلا الكولون اللي جوه مش استرانجليتد. الكولون اللي جوه مش استرانجليتد ده مستنجليشن زي احنا قلنا دوت، دي حاجه كلينيكال. العيان لو بلسه 120 ده خلاص استرانجليتد، لكن عيان فايتال كويس هو بس مشكلته في الابدومينال بين والكونستيبيشن اللي عنده خلاص. ساعتها لا، ساعتها ممكن تستنى عليه. وطبعا انت بتتابع العيان بتاعك يعني كده كده، يقول لك العيان يدخل المستشفى وانتش يروح العيان أيوة. بتاعك جوه المستشفى انت بتتابعه. طيب معمل هارتمنز اوبريشن في عيان جانجرينس ده مش كده حاجه ريسك يعني ان انا اسيبه الفتره دي كلها وهو في جانجرين في الانتستين؟ مش فاهم ايه الريسك في كده يعني، مش المفروض اعمل ريسكشن طالما في جانجرين؟ طب ما انت الهارتمن ده بتعمل ريسكشن. مش دكتور الهارتمن ده بنعمل كلوستومي فتره على ما العيان يبقى استابلايز بعد كده بنعمل اناستموزس الهارتمن؟ لا بص يا جماعه، الهارتمن دوت هارتمن اوبريشن، احنا بنشيل جزء السيجمويد اللي موجود، بتقفل الديستال بارت او الديستال بتاعت الريكتم وبتطلع بالبروكسيمال بارت اللي هو السن كله بتطلع بيه كلوستومي. تمام يا دكتور. تمام دكتور. طب انا عندي دكتور وانا مش فاهم هنا ليه في اللونج والفايبل تمام انا اعمله هارتمنز اصلا، ما هو كي كان اصلا مش هفتح الكولون يعني مش هعمل ريسكشن. حلو. طب انت عايز تعمل له ايه يعني؟ انا كده كده مش هفتح ريسكشن يعني، لما اعمل ريسكشن اخاف من ليكج، انا كده مفيش ليكج اصلا، ليه اعمل له هارتمنز اصلا؟ انت خلاص ممكن اعمل له، ممكن اعمل له فيكسنج على طول واسيبه يعني. طب ثانيه ولا ايه؟ عملت له فيكسنج وسبته وبعد كده لف ثاني لونج، ده لونج سيجمويد هيلف تاني. لازم يعني هنا اعمل ريسكشن عشان اخليه شورت يعني؟ بالظبط كده، تعمل ريسكشن تخليه شورت، والجزء اللي هو خلاص اللونج الطويل دوت مبقاش ما يعني بيزدلك بقى مشكله اكتر منه اللي هو بيفيد العيان يعني، دوت لايب اللي هو يلف تاني يحصل له برضه. طب انا مش هنا يا دكتور ممكن افكس لغايه ما الفتره بتاعت الاوبستراكشن وكده تخف بعد كده اعمل ريسكشن بعدها عشان الحوار الليكج ده؟ صح العيان. تمام يعني هي الفكره اعمل ريسكشن عشان هو لونج بس. بالظبط كده. دكتور هو شورت ولونج مقارنه بالميزنتري؟ الميزنتري والسيجمويد بالظبط كده. يا دكتور انا مش فاهم ازاي السيجمويد بيلف، انا مش متخيلها الصراحه يعني. انا هو فوق ماسك في الديستندنج كولون، تحت ماسك في الريكتم، هيلف في انهي اتجاه؟ لازم تشوفها دي، لازم تشوفها. مش قادر اتخيل دكتور، ولا اتخيل ازاي السيجمويدوسكوب بيفك التويست. هو التويست فين يعني؟ هو ازاي بيلف يعني؟ هو بيلف على نفسه ولا هو بيعمل زي لوب كده زي اللي هو بتاع الريك؟ بص هو بيلف حوالين نفسه لفه صغيره في الاول. لو انت عديت، لو التيوب بتاعتك عدت خلاص انت كده بترجعها هي تاني. دلوقتي بدنا نحط الريكتال تيوب بيني وبينك يعني، لو انت بتتكلم بقى كلام جديد يعني، بنخلي بتوع المناظير بتوع الجي تي يخشوا بالمنظار بتاعهم خلاص، يعمل حاجه اسمها ان تويست للكولن دوت. لو عرف، لو شاطر حد شاطر ممكن ساعات بيخش جوه اليومين واحده واحده كده يروح يرجعها تاني زي ما كانت خلاص. المايد لو انت بصيت عليه في البطن، لو انت شفت فتحت بطن يعني قبل كده، طبعا انت لسه فتحت ان شاء الله تفتح كتير بعد كده، هتلاقي السيجمويد دايما ريلاندنت وفري، مش زي بقيه الكولن. المايد بالذات بيتحرك فسهل يلف حوالين نفسه. دكتور هو في الكيس اللي في الاول كان عمل سبونتينيوس ان تويست يعني ولا ايه؟ انت رايك ايه؟ ما هو كان طلع جاز يعني، دي يعني هيجي التريتمنت بقى الكتيف. انت رايك ايه برضه؟ هنرجع بقى ونحل. دكتور هو في الالكتيف سيرجري يا دكتور بعمل واحده من الثلاثه دول على حسب الكيس بتاعته جت ايه؟ مش فاهم يعني في الالكتيف سيرجري بعمل ايه؟ عندي واحده من السيرجري في الالكتيف. لا لا، وهاني الالكتيف خلاص انا بحضر الكولون بتاعه، بيتحضر كويس قوي العيان، لما بعمل سكشن للسيجمويد اللي ما هو عامل تويست دوت وبوصل تاني الانتستين ببعضيها خلاص، انا كده بقى ساعتها خلاص مفيش اوبستراكشن ومفيش سترنجليشن خلاص. ممكن ساعتها بقى تشيل الليفت سايد، ده مش ايمرجنسي خلاص بقى الكتيف، ممكن نوصل الكولون بكولون تاني خلاص. يعني توصيل كولون بكولون دوت يعني ساعات بيبقى ريسكي شويه بالذات في الليفت سايد، ففي ناس بتعمل حاجه اسمها كفرنج اليوستومي. كفرنج اليوستومي بتعمل اليوم تطلعه بره شويه
لغايه ما تضمن الانستوموز اللي انت عاملها ناحيه الليفت سايد دي قفلت على بعضيها او مسكت في بعضيها. يعني الكلام دلوقتي كتير قوي على قصه اليوستومي دوت. انت بتعمل حاجه اسمها كافرنج اليوستومي. كافرنج انت بتكفر الجي بتاعك ما يحصلش ان انت تقلل السينال كونتنت اللي بيعدي على الانستوموز اللي انت عاملها، فبتخليها اللي عنده دوت فتره بعد كده بتقفلها له. تمام يا دكتور. انا بعمله ريسكشن بس ما عملوش كولوبكسي صح؟ بالظبط كده. انت بدل ما عملت ريسكشن خلاص انت حجم السيجمويد ده نفسه اصلا اتشال، بقى كله رجع حجمه طبيعي. الجزء اللي هو الكبير ده احنا شايفينه. تمام يا دكتور. نكمل ولا ايه؟ اه تمام يا دكتور. كمل يا رجاله، وايه اخباركم؟ مركزين ولا تهتوا؟ لا يا دكتور معايا. طيب بص، الموضوع اللي باقي ان شاء الله مواضيع بسيطه خلاص. احنا فاضل لنا كمان ثلاث مواضيع، ان الموضوع موضوعين كمان غير الموضوع اللي موجود اللي هو البريتيك اي بي اس دوت. خلاص يعني قصص خفيفه كده عايزكم تبقى عندكم فكره عنه. تمام. طيب ايه يعني بريتيك اي بي اس؟ بريتيس يعني ايه؟ يعني شلل. حصل شلل المعين، حصل فيلير في النيورو ماسكولار باندل. تمام. ليدنج للفيلير في الستاتيك ويبس اوف انتستين، خلاص مش عارفه تشتغل كويس، فيبتدي يحصل بريس ويحصل ابستراكشن. طيب تمام. طب ايه الايتيولوجي اللي بيحصل؟ ممكن يكون الفيكس انهبيشن بعد الميجر ابدومينال اوبريشن او بعد الليبر. مين بيحصل الفليكس انهبيشن للانتستين؟ بسبب المانيبيوليشن اللي بيحصل في العمليات دي، لما تيجي تفتح بطن تمسك انتستين كتير وتطلع فيها بيحصل الفيكس انهبيشن للانتستين. ممكن يكون توكسيك انهبيشن زي بيرتونايتس او تايفويد، تدي العيان عنده بيرتونايتس تدي الانتستين تقلل الحركه بتاعتها شويه عشان تقلل سبيد انفكشن. عباره عن الريفلكس بيحصل، تمام، الانتستين تقلل حركتها او تقلل الكويلنج بتاعها عشان تقلل سبيد انفكشن جوه البطن. ممكن يكون ميتابوليك. ميتابوليك زي ايه؟ زي هايبوكاليميا، بوتاسيوم قليل. ممكن يكون ريميا، عيان بيغسل او عيان عنده رينال فيلير. ممكن يكون دي كي اي. يعني ايه دي كي اي؟ صار ايه دي كي اي دي؟ دايابيتيك كيتو اسيدوزس. كيتو اسيدوزس. تمام. يبقى انت لما يجي لك عيان دايابيتيك وجاي من سنه بالستراكشر ممكن تفكر، لازم تفكر في ايه؟ بريتيك كويس جدا. خلاص. طيب كويس. طب ممكن يكون دراجز. اه ممكن يكون دراجز زي حاجات الانتي كولينرجيك دراجز او التي سي اي. تي سي دي اختصار ايه؟ تراي سايكليك انتي ديبريسنت. يبقى دايما تسال العيان انت بتاخد ادويه ولا انا باخد ادويه مهدئه؟ وعلى فكره عشان بس تبقوا انتوا عارفين ان مواردكم شخصيه، يعني في نسبه غير مش قليله من المصريين بياخد مهدئات. في منكم بياخد مهدئات بس مش هنقول اساميهم. خلاص. فدايما اللي عندي بيجي لهم كونستيبيشن وبيجي بريتيك ايرياس وبيجي انتستاينال موتيليتي ابنورماليتي. خلاص. فلازم تساله هل انت بتاخد ادويه لحاجه؟ هل بتستخدم اي حاجه؟ لازم تبقى عارف. طيب ايه الباثولوجي اللي بيحصل؟ في ليف ترانسميشن بريساسز، بتلاقي البريساسز بتاعنا ما يتحركش كويس، يعمل اكيونيشن بجزء في ليوت الانتستين، يحصل استنشن وبعد كده مور بلاسس. مشكله البريتيك ايرياس دي اللي هي بيسموها فيجي سيركل، دايره مفرغه. خلاص. يعني ايه؟ الانتستين مش شغاله، عماله تتملي هواء وجازز وسيلا كونتنت، فبتستند زياده فيحصل ايليا زياده، لازم تكسر الفيشوس سيركل ديت. تمام. طب بيجي لنا بايه؟ ايه دايما بيجي هيستوري الكوز بتاعه دايما بيجي لنا في الهيستوري، يقول لك انا عملت عمليه قريب او دي والده قيصريه من مش عارف من كام اسبوع او من كام شهر او مثلا من 3 4 ايام. دايما في الثالث يوم من بوست اوبرتيف، ثالث يوم بوست اوبرتيف بنفكر دايما في البريتيك ايرياس. بعد ثلاث ايام من العمليه تمام بيجي بيجي البريتيك ايرياس. دايما في اول يومين دايما بقول الاولاد عندي والمدرسين المساعدين والنواب، اول يومين في العمليه ده بعد العمليه بالذات الابنورمال اوبريشن الكبيره لازم تتابع البوتاسيوم بتاع العين كويس جدا، تتابع حركه الامعاء بتاعته عشان ما يخش منك في ايرياس. ودايما بنسيب الرايل اول 48 ساعه بس، ما تستحملش في شراء الرايل للعيان. الراي اللي انت حاططها له دي اللي هي في مناخيره بتقلل الديستنشن بتاع الانتستين بتاعتنا، فبتحسن الموتيليتي وبتحسن الريكفري بتاع الانتستين بتاعتنا. طيب ايه السيمتومز اللي بيجي لنا بيها؟
البين ما فيش ابدومينال البين بيجي دايما بطبيعه الكيس ما فيش ابدومينال البين تمام فوميتنج دايما بيجي ريبيتد فوميتنج بيجي كونستيبيشن ما بيعديش حاجه خالص بيجي ديستنشن بروجريسيف يقول لك انا بطني امبارح كانت كده النهارده عمال يومين بطني عمال تكبر خلاص ان جنرال عين ممكن يجي لك لو جالك بدري خلاص كان في الاول حاجه كنت قلت في الاول خالص ان مفيش فوميتنج مفيش فوميتنج في بريدك الياس يعني هو الفوميتنج دوت ايه يعني ده لو حاجه لونج ستاندنج قوي يعني ووصلت فوق ولا يعني بيجي متاخر بيجي مثلا 5 6 ايام لا انا ابتدى خلاص يا بطنه خلي بالك مشكلتك الانتستين مش شغاله والصرف ما بيصرفش لتحت ابتدي الاستومك تستند قوي ليت بيجي لنا فوميتنج فيري ليت بعد 5 6 ايام مثلا دكتور انا هيبريتيك اريز ديت هي بتافكت سيجمنت معينه في الانتستين ولا لما بتيجي مثلا بتيجي افكت كله بتيجي كله بس هي مين اللي بتبقى افكتد هي سمول انتست ان هي دايما المسؤوله عن برساس هي سمول انتست طيب هنبص على البطن العين حق بالانسبكشن هتلاقي في جنرالايز ابدومينال ديستنشن البطن منفوخه هتشوف باراليسيس بريستاليسيس خالص على الـ على الوول بتاعه الابدومين خلاص البركشن هتحس حاجه اسمها تمبريتيك ابدومين الاوسكالتيشن تسمع حاجه اسمها ديت سايلنت ابدومين يعني ايه سايلنت تسمعها مش تسمع صوت خالص يا اما تسمع حاجه اسمها تينكلينج ابدومينال ساوندز يحط السماعه مش يعني مش عارف اشرح لكم غير لما حد يسمعها فعلا في عين بريتيك ايرياس هتحس ان صوت الميه بتنقط جوه بطنك لكن صوت طاقيه الميه في الحوض هو ده اللي موجود بالظبط عنده تسمع صوته بالسماعه كده تسمع حاجه اسمها تينجرينج ابدومينال ساوندز تمام حاجه اكن زي صوت طاقيه الميه طيب احنا بيتك ايه ده دايما يعني بنشخصه في الهيستوري وبتكسكلود بقى بيتك كوزز تعمل له الانفيزيشن بتاعته وحاجته عشان تبقى ده وخلاص بيتك الياس هنمشيه كونزرفت لان بيتك الياس مالوش علاج جراحي او علاج كله كونزرفت علاجه طبي خلاص هنعمل له اكس راي اريكتور صباح هتلاقي فيه نقطه بلود ليفل هتلاقي الضمه الانيما تيست فيه بوستد تمام الانيما بتاعتك مليانه مفيهاش مشكله مفيش ليكج مفيش حاجه تمام اللابوراتور هتعمل له سيرمكتولايتس تشوف صوديوم بوتاسيوم يعمل لك كيدني فانكشن ريال فانكشن تيست طيب العلاج دايما علاج البريتيك ايجس هو بروفيلاكتيك يعني ايه بروفيلاكتيك بتحاول دايما بقدر الامكان تقلل حدوث البريتيك ايجس بعد العمليات طب ازاي؟ ما تدخلش العين هايبوكالاميك العمليات لازم تحسن له الصوديوم بتاس قبل ما يخش جوه العمليه انت مش لازم تروح تشد في الانتستين وتفعصيها لا خليك جنتل مانيبيليشن تمسكها بالراحه كده واحده واحده ربنا يهديك هتشد فيها تبص اوبرتيف زي ما قلت حط له رايل تديه فلويد كويس تابع حركته معاه حسن له البوتاسيوم حسن له الصوديوم تمام طيب خلاص جالنا عين بريتيك الياس جات لنا او ست جات لنا في المستشفى على شخصها دي بريتيك الياس اول حاجه نعملها نركب لها رايل دي اي دي فلويدز تمام حسن الصوديوم البوتاسيوم بتاعها دي انتي بايوتكس عشان ما يحصلش في ترانسلوكيشن ويحصل انفكشن تمام يديها سيديشن يديها بيسيزن كل ما العين بقى سيديتد ونامت كل ما حركه الرمح ابتدت تتحسن عشان هي ابتدي التنشن او اللغط اللي هي فيه من الديستنشن دوت كل ما هيزيد كل ما هتخش البيشر سيركل بتاعت البريتيك الياس تمام فلما تديها بيسيزن بطنها بتهدى شويه وهي نفسها بتهدى فتبتدي الرمح تتحسن شويه بعض الناس بتدي مورفيا وده غلط المورفيا بنفسها بتزود البريتيك الياس دايما العينين بالذات عندنا قدام الاوبريشن بقول لهم ما تديوش بروفين عشان البروفين بيزود بريتيك الياس يدي له بيسلين او تدي له ترامل حاجه اي حاجه انالجيسك قويه او حاجه مسكن قوي بعد العمليه يدي له بيسلين او يدي له ترامل ما تديلوش مورفيا لان مورفيا بتعمل بريتيك الياس تمام طيب شوف بقى ايه الكوز اللي عندنا لو عندنا بيرتونايتس نعالجه لو عندنا فيها كولكشن ولا حاجه تمام need observation of signs of recovery wind pain تدي بقى العين تعدي سكوب
ديفيشن ديتس ديستنشن بتاعنا ايه. هل عندك سؤال؟ هل عندك سؤال؟ دكتور هو ايه الوين بين ده؟ الوين بين؟ اه يا دكتور وين بين؟ اه بص تبتدي وانت بين دوت بتبتدي تحس انت لما بتيجي تعمل عايز تعمل جازس او عندك فليتس عايز تعمله بتبتدي تحس بمغص شويه. الناس البريتيك جازس ما عندهمش مغص فبتبتدي يقول لك انا ابتديت احس بمغص تحت في بطني من تحت، دي علامه كويسه بالنسبه لنا ان ابتدي الجسم ابتدي تتحرك وهتطلع فليتس، فدي بالنسبه لي دي بوست ساين. تمام وصلت ولا لسه معايا؟ لا انا اكمل ولا نوقف شويه؟ انا اكمل طيب اوكي لا. طيب بص هديكوا بس معلومات خفيفه كده عن مزاج بوصل اوكلوجن وعن الميكلز دايفرتيكولم، حاجات خفيفه كده بسرعه مش هناخد فيهم 10 دقايق ان شاء الله، اديك بس فكره عنهم خلاص. ايه ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن؟ بس الاوكلوجن في الميزنتريك فاسكولار فيسلز اول وان اوف اتس برانشز، احنا ايه اللي بيغذي الانتستين عندنا؟ احنا قلناهم سبيريوم ميزنتريك والانفيريوم ميزنتريك. سبيريوم ميزنتريك بيدي الايليوكوليك ايدوجينال ويلي البرانش الاول، بعد كده بيدي في الكولون الايليوكوليك تمام، بيدي الرايت كوليك وميدل كوليك والليفت كوليك وسيجمودال برانشز. والانفيريوم ميزنتريك بيدي السبيريو ريكتال وبيدي بيدي ريكتال برانشز. اوكي فلو حصل بوستراكشن في واحده من الفيسز ديت تعمل حاجه اسمها ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن، سبب حاجتين يا اما ثرومبوزس يا اما امبوليزم. تمام ثرومبوزس ديت ايه الفرق بين ثرومبوز والامبوليزم؟ ايه الفرق بينهم؟ امبوليز دي اللي هي حصل ثروم بس في حته وعملت الاوكلوجن في مكان ثاني خلاص بس تمام. بيقول لك ان ثرومبوزس دوت حصل ستيزس في ال البلد جوه الفيسلز خلاص، وبلد جوه حصل له كلوتد عمل كلوتس قفل بقى البلد الوصل للانتستين مش كافي خلاص. طيب هو بيجي في السن الصغير الكبير ده بيجي في الالدر ايج خلاص، بيجي اكيد مستل ابستراكشن وستانجيليشن، بمعنى يعني بيجي لك سيفير بين، ممكن يجي لك بليدنج بالريكتم اللي بيحصل سلافنج للميكوزا بتاعت الانتستين وابتدي يجي يحصل بليدنج خلاص. ممكن يكون عنده اي اف ودوت بنشوفها دايما بتقال عن غالبا بيبقى عنده اي اف وماشي على انتي كوجليشن وملخبط فيها بقاله فتره، يقول لك انا بقالي فتره ما ريفام مش مظبط معايا او دوت انا بتاعت سيوله انا ملخبط فيه خلاص. ممكن بيجي لك ليت خالص بشوك، يجي لك انا اصلا داخل لك شوك تمام. طيب ايه الانفستيجيشن ممكن تعملها عن زي دوت؟ بيعمله انجيوجرام؟ لا انجيوجرام كويس بس هي مشكله بس في ال يعني العيانين دول بيبقى جاي لك دم الامرجنسي ريسستيت. ريسستيت الاول وبعدين ايه تاني؟ دوبلر مونيتورنج هعمله دوبلر انجيوجرام سي تي وذ كونتراست. ماشي هنعمل سي تي وذ كونتراست ماشي، ممكن نعمل انجيوجرام ماشي، ممكن نعمل له ايه تاني؟ ممكن دوبلر ممكن نعمل له ايه؟ نتور الحاله بتاعت العيان نفسه، اشوف الاستبلايز العيان بالظبط، شوف ايه اللي سبب اللي عنده خلاص، ونبتدي نتعامل على اساسه. شوف عنده ايه نصلح له الاف، عنده ثرومبوزز خلاص نشوف ايه اللي سبب الثرومبوز اللي عنده دوت ونعالجه. طيب اللي عندك جالك الاستقبال خلاص ودخلته وقلت ده خلاص مزيك فوق الزكوشن، تعمل له ايه؟ رصاصتيت الاول وتعمل له مورتنج، تعمل له ايه تاني؟ دكتور عليك قلت ليه انجيوجرام؟ لا ليه اديله حاجه انجيوجرام؟ قلتش لا بس لو ايمرجنس مش كده هتعمل انجيوجرام. دوبلر الترا ساوند يا دكتور؟ ممكن دوبلر الترا ساوند بس محتاج حد شاطر. ايه تاني؟
امبلس دي لو كانت انها اقدر اشيلها او لا ده لو كانت ايوه برافو عليك تعمل حاجه اسمها امبوليكتوم لو انت حد بتاع فاسكولار شاطر معاك تعمل امبوليكتوم تشيل الامبلس اللي موجوده ديت خلاص وتشوف الانتست بعد كده عملت ايه احنا انا في بيبر عملتها نشرتها السنه اللي فاتت انا ومحد معايا في الاوعيه عاملين بيبر كده نشرناه في الامريكان جورنال اوف ساينس سنه بيبر حلو جدا عملنا 7 حالات كده عين جاي لي مزنتك بس اوكلوجن بخش ابص عليه بالسسبكتد بخش عليه بالمنظار هو بيخش يعمل له انجيوجرام وبيعمل له امبوليكتوم او عمل له ساعتها ثرومبولايسيس بيخش يحقن ماده كده بتعمل بتدوب ثرومبوس جوه الفيسز بتاعت الانتست وبعد كده بعديها 48 ساعه دخلت بصيت تاني على الانتست طمن اللي هي فايبل وعم بقى كويس عملنا 6 حالات بالظبط او 7 حالات 7 حالات 7 حالات عملناهم بهذا المنظر خلاص وهي الفكره كلها انت ممكن تعمل امبوليكتوم للعيان طب لقيت بقى خلاص التست كلها سودا هتريسكت بقى الجزء اللي تعمل ريسكشن وتوصل او لو ما عرفتش توصل تعمل استرجاع وتعمل كروس طب دكتور مش انا عارف ازاي يعني اعمل ايه هو ده بالانجيو صح استمع ايه دكتور هو ده بالانجيو جرام صح ايه ده الامبوليكتوم ده اه بتخش بتحقن صبغه تعمل انجيوجرام بس ده انت اوبرتيف مش في الاشعه يعني في جهاز انجيوجرام معانا في الاشعه في العمليات بنحقن صبغه ونشوف الامبلس فين ويخش يشيلها بالفوجرتي دكتور انا لازم قبل الامبلكتومي دي اعمل انجيوجرام مش عارف السبب ونعمل فيجواليزيشن انا عرفت منين ان دي امبوليزم بص احنا دلوقتي هقول لكم في العلاج دلوقتي بنخش في حاجه اسمها دياجنوستيك لابروسكوبي دياجنوستيك لابروسكوبي دوت خلاص هو بقى المين رول بتاعنا في الحالات الاكيد قبل من كلها بنخش بالمنظار لو لقيت عندي التست نوتا انت بسسبكت عيني اف وبطنه موجوع وجعاه والتيلي سيتا عادي ده غالبا مزنتلك انت سسبكتين كده خلاص فبتخش تبص بالمنظار بتاعك التست لونها مش حلو ساعتها انا بدي فاسكولا مديله معلومه احنا عايزين عند دوت غالبا ده مزنتريك وامبوليك فاسكولا امبوليك فاسكولا اوكلوجن فبيخش معايا ساعتها نعمل مع بعض العمليه لان المزيك فاسكولا ده بتسبكت لو انا اي اف او عين عنده ديليشن وثرومبوز يعني اصلا ريسكي اللي هو يحصل له ثرومبوز دكتور انا حضرتك انا قصدي دكتور لازم مش كاثيتر يعني نعم اللي حضرتك كنت بتقول عليه من الاول ده كان انترا اوبريتيف مش بكاثيتر او كده انترا اوبريتيف هو العمليه قلت برده يا ماشي يعني انا برده شايف ان انا المفروض نعمل انجي كده عشان برده احدد مكان الامبوليزم دي صح مضطرد والله لو عين جالك في ايمرجنسي خلاص مش هينفع تعمل له الكلام ده مش هتلحق انت كل زي ما قلت لكم هم 6 ساعات هم جولدن اور كل ما اتاخرت عليه كل ما كان القصه اصعب ولا انت رايك دكتور مش موجود في كل الوقت الامبوليزم دي فين لا مش واحد واحد انا مش سامع انا عايز المفروض الوكيت الامبوليزم دي فين عشان اشيلها يعني هي سكريم بتنتج مزنتلك هتكون فين يعني اشيل ارتري خالص من الاول كده من فرانك يعني مش هشيله يا جدع انت اشيل الامبوليزم انت منه يا جدع انت يا جدع اشيل الامبوليزم اشيل الارتري يا جدع انت اشيل ارتري فين بيه حرام عليك ايوه دكتور ودي لازم اعملها وانا فاتحه صح يعني لابروسكوبيك او اوبن سيرجري اه بالظبط يعني ما بتعملش كتير ساعات دكتور انا هعرف دكتور انا هعرف منين ان انا عملته ده بقى سكسسفول ولا لا هو هيبان يعني الامبروفمنت في وانا جاي اه انت واقف كده هتلاقي لون التست ابتدى يتحسن خلاص يبتدي بقى لون التست بدل ما هو دارك واسود ومنير كده وغامق لا يبتدي اللون بتاعك يتحسن شويه دكتور هو ليه انا ليه ما بعملش مثلا ستنتنج زي الكاردياك كده نعملش ايه ستنت ليه مش بنعمل ستنتنج زي الكاردياك كده يا زي الكرونريز مثلا هي الفكره بس الكرونريز انت بتعمل ستنت عشان يبقى في ضيق في اليومن لكن هي مشكله مش دي هو اللي حصل ان الامبلس دخل اتقفل او حصل ثرومبوزس جوه الفيسل نفسه في ستنتنج دلوقتي بس انت دخلتني في قصه كده كبيره عليك شويه اه بيعملوا ستنتنج على فكره بتوع الباسكر دلوقتي يعني في ناس اللي هم عندهم حاجه اسمها كرونيك اندرينال بين ناس بتوع عندها البيس بتاعت السمول انتستين ضيقه وهو دايما عنده ابدومينال بين ما بيروحش ناس سنهم كبير بالذات يبقى عندهم اسكلوزس في البيس بتاعت السمول انتستين الدم اللي وصل للانتستين مش كافي دايما عندهم دايما بين
فساعتها بيخشوا بالقسطره وركبوا ستنت زي ما انت قلت. شاطرين على فكره ما شاء الله، برافو عليكم يعني. بس الكلام ده يا جماعه انا شفته بعد ما خدت دكتوراه، ما عشان انتوا رابين الدنيا واحده واحده. دكتور، المفروض الاندوسكوب مش بيوصل اخر الديودينم، لو من فوق او من تحت يبقى الاندوسكوب اخر الترمينالين، فمش شايفيني خالص في السبيكتسم كلها. لابروسكوب، انا قلت اخش باللابروسكوب بالمنظار البطن وليس منظار القولون او المنظار الابر جوعي. مش هخش جوه اليوم، انا هخش من بره ابص. حواليكم في صور في الجايه، في المحاضره الجايه حواليكم صور المزيج بوصل فوجن بشكل عامل ازاي. حد سمع ميك الزفتيكو قبل كده ولا ما سمعتش عنه؟ طيب ده عباره عن ايه؟ بيبقى بيتنت بيتايلو انتستينال بالظبط كده، انتستينال تراكت موجود خلاص، بتبقى عباره عن بلاين باوتش موجوده في الانترستيريك بوردر بتاع الاليوم خلاص. هل احنا شفناها قبل كده ولا لا؟ انا شفتها كذا مره، شفتها كتير الحقيقه، بتشوفها كتير جدا. وساعات كتير لما نفتح زوايد بتبقى زايده تلاقيها نورمال، لازم تبص على الميكز ساعتها. لو مشكله نفسها في ميكز بيجي لك شكل الانسايد بالظبط. طيب هو ايه ميزه الميكز بالنسبه لنا؟ هو سهل الحفظ جدا، هو عنده حاجه اسمها رول اوف تو. يعني ايه؟ 2% هو اللي بيبقى ايه افكتيف، و 2% من الافكتيف عندهم كومبليكيشن تمام، و 2 تايمز مور في الفيميل عن الميل، و 2 فيت في الاليوسيكال جنكشن 60 سم، و 2 انشز لونج. يبقى اسمها رول اوف ايه؟ دايما ميكلز، اقول لك ميكلز اسالك على ميكلز كده في الشافون، اقول لك تسمع حاجه اسمها رول اوف 2؟ تقولهم لي ايه هم بقى؟ تاني 2% من البيبل بقى عندهم ميكلز، و 2% من الافكتيف هم اللي بيجي لهم كومبليكيشن، و 2 تايمز مور كومن في الفيميل عن الميل، 2 فيت اللي هو 60 سم اليوسيكال جنكشن، و 2 انشز لونج. يا حد مش فاهم؟ يا دكتور هي الانشز لونج دي ده هو الجزء اللي طالع بره الجزء الفيرتيكال ذات نفسه، هو ال 2 انش لونج؟ اه يعني 2 بوص. ماشي. هو الصوره دي. تمام؟ ايه كريتيكال بيكتشر دايما بيجي لنا اسيمتوماتيك؟ يا اما دايما بيجي كومبليكيشن. دايما ساعات مثلا احنا شغالين بنعمل برياتريك سيرجري باي باس، وانا بعمل اي عمليه ثانيه مراره بتاع ببص على الانتستين الاقي ميكز غالبا بيبقى موجود كومبليكيتد، ما بيبقاش فيه مشكله. هو دايما بيبقى بريزنتد لو كتب ابوتيد كومبليكيشن. طب ليه؟ بيحصل ايه بالسنه بالستراكشر؟ بيحصل ايه بالسنه بالستراكشر؟ بيحصل حاجه اسمها انتسسبشن. احنا قلنا ليه انتسسبشن؟ تسألني شوية خلاص، بيكتبك ميكوزا خلاص، بيكتب ميكوزا اللي موجودة في البيس دافيتيكولوم بتعمل اكسس فورين بودي، تبقى حاجة تقيلة في الانتستين في الاليوم، بتدخل اليوم جوه بعضيه، تعمل حاجة اسمها ايلي وايلي انتستسبشن. ايه ممكن يجي بيه تاني؟ فولفلس. ليه بيجي فولفلس؟ مش دكتور نفس فكرة السيجمويد انه حاجة تقيلة؟ عشان مش مثبت كويس، عشان دي حاجة زايدة فمش مثبتة. بالظبط كده، بالظبط كده خلاص. ساعات 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 عند بعض الناس خلاص بيبقى الدايفرتيكولوم دوت متثبت ماسك بباند ماسك في الامبلايكس، نفس الفكرة بالظبط، يروح لفف حوالين نفسه جبنا الفيبرس. انا شفتها مرة واحدة بس في حياتي، شفتها مرة كانت بنت صغيرة كده عندها 16 سنة اكيد ابدو ان احنا مش عارفين ده ايه، بس فتحناها لقينا فعلا ميكلز ماسك في البايك ماسك الفايبرز باند كده، ماسكه في الامبلايكس ولف حوالين نفسها، فكناها وعملنا ريسكشن الجزء بتاع الميكلز دوت ووصلناه تاني الدنيا كانت كويسه. تمام؟ طب ممكن نيجي بدي ميكلز افيتكولايتس، ممكن يحصل التهاب في الميكلز افيتكولايتس دوت. تمام؟ بيجي بيكتشر نفس الاكيوتا من سايتس بالظبط خلاص، تفتح لقيت اكيوتا من سايتس لقيت اللي زايد نورمال، لازم تبص على الميكلز تشهبل بقى وتقفل وتقول الحمد لله انا شلت الزايده، مش حاجه اسمها زايده نورمال، زايده لو هي شخص ان هي زايده، لو لقيت زايده نورمال لازم تبص على الميكس خلاص، ولو بنت تبص على الاوفرز خلاص. لازم لو انت السايت مختلف؟ لا بص دكتور، هما الاثنين فرقت لك فرصه، خلي بالك الزايده ما بتبقاش ساعات عند بعض الناس سيكم بيتحرك شويه، ممكن تبقى فوق شويه ممكن تبقى تحت شويه،
مش مكانها مش ثابت زي ما انتم متخيلين. طيب يبقى عندي انتيبيوتيك اللي يفوز سبين مبقاش انت مش عارف ده ميكس دايفيرتيكولايتس ولا دوت ايه وملخبطك شويه. فانت لو انت زايده بتاعتك دكتور سنترال عند الامبليكس ولا ايه؟ لا مش عارف انتيبيوتيك اللي يفوز شويه. بص يا جماعه البطن بتاعتنا مش ثابته, البطن بتاعتنا الجسم مش متحرك, مفيش حاجه ثابته خلاص. طب احنا بنخاف ليه من ميكس دايفيرتيكولايتس دوت؟ ليه؟ ممكن يحصل بريفريشن ان هو سين وول خلاص, يبقى ايزي كومبليكيتد تعمل عين زايده. انا شفتها مره مع حد من زمايلنا يعني عمل زايده العين, وتاني يوم او تالت يوم العين بقى بطنه سيرجيكال ودخل في بيرتونايتس, فاحنا العين اكسبليشن لقيناها بفوت ميكس دايفيرتيكولايتس خلاص. طيب ايه تاني مشكله؟ مشكله دايما اللوكاليزيشن. مشكله الميكس زي ما قلت زي ما قلنا والدكتور كان بتسال ان هو ناحيه السنترال شويه زي ده مزيت ان هي فرايت لك فوسطه ناحيه الرايت لك فوسطه فهي لوكالايزد. اما يحصل فيها انفلاميشن او يحصل بس او يحصل بيرتونايتس يبقى حاجه اسمها لوكالايز بيرتونايتس, التهاب بيرتوني محدود. ليه؟ هي مكانها تقريبا ثابت ناحيه الرايت لك فوسطه والحته دي مقفوله على نفسها. لكن مشكله الميكنز او سمول انتست ان هي بتتحرك في البطن كلها, فممكن يحصل سبريدنج للانفكشن بسرعه والبريشن دوت ان انا كنت تنزل جوه البطن بيرتونايتس بسهوله. تمام. طيب ممكن تعمل بيبتك ألسريشن؟ ممكن خلاص. تعمل دي تعثر بالدايبرتيك لما بيبقى في حاجه اسمها اكتوبيك جاستريك ابيثيليوم جواه. اكتوبيك جاستريك ابيثيليوم جاستريك ابيثيليوم ده بيطلع ايه؟ HCL يعمل ايه؟ HCL دوت ريجيشن للألسر وول بتاع ألسريشن. تمام. يعمل ulceration. ulceration ده يعمل ايه؟ ممكن يعمل perforation, ممكن يعمل bleeding بلينا خلاص. اوكي احنا خدناه في bleeding بريكتر. ممكن يكون ميكس زاوت يعمل لنا bleeding بريكتر, اخدناها قبل كده على فكره في المحاضره اللي فاتت. فانت دايما تفكر لو عيان برضه لقيت في ميكس تفكر ان ده ممكن الميكس دي تكون هي سبب الايه؟ bleeding اللي عنده. طيب بيجي لنا بايه؟ دايما بيجي بطفل صغير من 8 ل 10 سنوات ولد او بنت, يجي قدامنا البين حوالين الامبليكس بياكل بيجي بعد الاكل بالذات. ممكن يجي لنا بلين لو في بليدنج خلاص. ممكن يجي لنا بيرتونايتس او اكيوت ابنسايتس ماشي. وممكن يجي لنا لو في السرز عامل بروفيشن تيجي لنا زي قلت البنت اللي جات لنا دي جاي لنا سيفير اكيوت ابدومن خلاص. في حد كان بيسال على زينيا دكتور هو البليدنج في الميكلز ده لازم يبقى كومبليكيتد صح؟ معنى كده ان هي كومبليكيتد؟ اه طبعا كومبليكيتد. في حد كان بيسال ليه زين؟ اه يا دكتور انا كنت بس دكتور ماريسوي ايه؟ هو انا مش فاهم حتى بتاعت الانترسبشن في الميكلز مش فاهم ايه فيها يعني مش فاهم ازاي يعمل انترسبشن. هي بص يا دكتور الميكس دي ميكس ده جزء من الوول ولا ايه؟ اه تمام. فهو بيعمل تقل. هي فكره انت السبسبشن ان حاجه دخلت جوه حاجه تقيله دخلت جوه حاجه. هو دوت اللي انت الميكس نفسه بيبقى تقيل عمل جزء من السمول انتستين في اوبك ميكوزا تمام بيخش جوه الايليان نفسه. يعني هو انت السبسبشن دوت شفت المنظر اللي هو في الاول الصوره دي اللي انا بعتها لكم دي هو راس عامل زي راس كده حاجه تقيله بتخش جوه. شايف المنظر عامل ازاي؟ يحصل له انفرجن بقى صح؟ بيخش بيحصل له انفرجن يخش بالبرسلسز يخش جواها. اه تمام يا دكتور. نعمل ايه انفستيجيشن برايكم يا دكتور؟ قول ايه مستني؟ حاجة قلت حاجة دلوقتي ما سمعتش بس. نعم بتقول يا حبيبي قول تاني معلش. انا دكتور كنت بسال هو الانترسبشن في الدايفيرتيكولم بتو ميكانيزم يا اما البيز بتاع الدايفيرتيكولم تقيل فهو اللي زق الانتستين جوه يا اما اصلا الدايفيرتيكولم ده انفيرتد فبقت الدايفيرتيكولم جوه فزقت ال بالظبط كده. بس هو غالبا البيز بتاعته تقيله فهي اللي بتخش جوه ده الموست كومن يعني. ايوه
طيب عايزين انت ايه اللي بتقدر تعملها له فايل يا دكتور؟ مريم فولو ثرو ممكن نعمل له باريم. ممكن نعمل ايه تاني؟ باريم ماشي. وايه تاني؟ لو هي كتوب ميوكوزا بليد نعمل له سبيل مزيتريك الجيوغرافي هتلاقي البلد نزل عند المنطقة الميكلز. تعرف ان المشكلة عند في الميكلز فوندات الميكلز ديت تمام. ممكن تعمل حاجة اسمها نعمل راديو نيوكليوتايد ستاديز بالظبط كده. برافو عليك. خلاص هي طبعا دي موجودة مش موجودة قوي في مصر يعني موجودة في مكانين تلاتة بس هي طبعا احسن من بالنسبة لنا احسن من الانجيوغرافي لا مش انفيزيف. طيب هنعالجه ازاي؟ ريسكشن. ريسكشن ده ورانس انت ما لازم تعمل ريسكشن. طيب لو احنا لقيناها اكسيدنتال ديسكفرد يعني وانت شغال كده في اي عمليه لقيت عنده ميكز تعمل ايه؟ اشيلها برضو احتياط عشان ما تعمل ما تبقاش كومبليكيتد بعد كده. خلاص لو كويسه والبيز بتاعتها وايد وما فيهاش مشكله سيبها. لو نارو بيز تمام او في ادهيشنز حواليها لا شيلها عشان ما تحصلش فينا كومبليكيشن بعد كده. مشغله طبعا الناس كانت موضوع ده لا ثانية بس عشان اقول حاجة بس الدكتور ريسك الموضوع ده احنا بدينا 9:30 ليه؟ يعني يا دوب مخلص الساعة 12 دلوقتي انا عارف المحاضرة طويلة جدا لان هو موضوع كبير خلاص المفروض المحاضرة تبدأ 8 الصراحة بيني وبينكم يعني المفروض اخد محاضرة في الكلية الساعة 8 انتوا مؤخرين شويتين ثلاثة مش مشكلة. اي سؤال بسأله يلا الدكتور معلش هو في اللي عليه عايز اسال بس ليه البرزنتيشن في الايدج ده يعني مش هي ممكن تبرزنت في اي وقت تاني؟ يعني بس احنا بنشوفها دايما في الاطفال الصغيرين اكتر في التين ايج اكتر. تمام ماشي دكتور حضرتك كده في الانفستيجيشنز ارتيريوجراف فانا شايف تقريبا ان التكنيشن والارتيريوجراف تقريبا نفس الفانكشن يعني لو الانجيوجرام طلع لي حاجه يبقى خلاص مش محتاج ال بس هو ده التكنيك ده كنت ماشي اتنين طب هو صفر ازاي؟ ما هما الاثنين بيبقى انترافينوس انجكشن يعني الحاجة. لا لا ثانية واحدة بس في فرق بين تركب كنر العيان وتحقن له صبغة وتقعد تتابعها او لو تحقن له دي اكتف ماتيريال وتتابعها بالجهاز غير لما تدخل واير جواه ده حاجة انترفينشن. عارف الاسطرة القلب بتركب او الاسطرة عامة او الانجيوجرام انت بتخش في الارتري وتدخل واير وتدخل شيس تحقن صبغة لا شغلانة حاجة انترفينشن مش هزار يعني. لو حد شفت حد قريبك ولا حاجه عامل قسطره قلب لا بيبقى حاطين له مكان الارتري عاملين عليه كومبريشن ولا شغلانه ممكن يحصل ديسكشن الارتري ممكن يحصل ثرومبوز ممكن يحصل بليدنج دي حاجه ودي حاجه. تمام هستاذن لكم بس هنبتدي 12:30 ان شاء الله هنصلي الظهر خلاص وريح شويه 12:30 هبتدي على طول باذن الله. دكتور هو ما ينفعش الليكتشر الثاني تبقى فويس اوفر الليكتشر دي الجايه؟ ما ينفعش تبقى فويس اوفر؟ ما بعرفش اعملها يا دكتور والله بحب ده يبقى فيه انتراكشن معايا عشان تسالوني واسالكم وانتوا تسالوا على حاجه. تمام طب دكتور ممكن ناخد ريست شويه ولا لا؟ مثلا خليها على ربع او كده؟ ربع واحده يا دكتور تمام واحده على ربع كويس واحده على ربع كويس واحده تمام ماشي يا دكتور شوفك على خير ان شاء الله.